بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم من جديد في رحله جديده، في قصه جديده من قصص ملوك الصاله. الحقيقه كره السله سيدات في النادي الاهلي الفتره الاخيره بتشهد طفره كبيره، واللي ما يشوفش ده الحقيقه يبقى اكيد ما تابعش نتائجهم خلال الفتره اللي فاتت. كره السله سيدات يمكن كانت الفرقه الوحيده الجماعيه في النادي الاهلي، كان لينا جيل ذهبي فيها، وبعد كده حصل دروب جامد وقعدنا فتره طويله في هذا الدروب، الى ان يعني زي ما بيقولوا حصل صحوه من حوالي سنتين ثلاثه. كان طبعا مدير فني كابتن ايهاب الالفي بنى فرقه، اسس لفرقه كويسه، بقى يحط الفرقه على كل منصات التتويج خلال ثلاث سنين اللي فاتوا. يمكن الفرقه من اقل من شهر توجت ببطوله المرتبط وخدتها برضو السنه اللي فاتت، اخذت الكاس ثاني دوري سوبر بعد خساره مباراه نهائيه او فيصل مع نادي سبورتنج. الحقيقه شغل كبير جدا. النهارده الفريق بيخوض او بقاله فتره، بقاله اسبوع بيخوض منافسات بطوله القاهره. طيب ايه اهميه بطوله القاهره؟ بطوله القاهره هي دوره مجمعه او بطوله مصغره، لان بتضم كل الفرق القويه يمكن باستثناء سموحه وسبورتنج فقط من اسكندريه، انما كل الفرق اللي بتنافس في الدوري العام هي موجوده في هذه البطوله. عندنا الجزيره، عندنا هليوبلس، عندنا الشمس، عندنا النادي الاهلي. تعتبر بطوله قويه. النادي الاهلي فاز بكل مبارياته، النهارده المباراه الختاميه مع الجزيره اللي ان شاء الله هنقلها على حضراتكم، هنقلها على شاشه قناه النادي الاهلي لايف ان شاء الله من ارض الملعب. المباراه بتقام في صاله الامير عبد الله الفيصل في مقر النادي الاهلي بالجزيره. الحقيقه المباراه دي مباراه ختاميه، النادي الاهلي فاز بكل مبارياته، المباراه دي ليها حسابات معينه. النادي الاهلي ان شاء الله اذا فاز بيتوج بطل للبطوله، اذا يعني لا قدر الله يعني او حصل غير كده بيتاجل اعلان البطوله لغدا، مباراه فيصل مع نادي الشمس. نادي الشمس الحقيقه عامل فرقه قويه جدا، فريق محترم، عنده لعيبه واكثر في المنتخبات. دي لقطات ارشيفيه من مباراه النادي الاهلي والظهور في نفس البطوله. خلينا نقول ان حتى فرقه البنات انضم ليها مجموعه كبيره من اللاعبات، حتى اللي كانوا بيلعبوا في بطولات او في دوري الجامعات زي هاله شعراوي، ريم على ما اظن، ريم موسى محترفه في اوروبا ورجعت انضمت للفريق. يعني بينضموا فيها مجموعه كبيره جدا من اللاعبات، حتى اللاعبات اللي بيلعبوا داخل مصر، يعني مجموعه مميزه جدا. خلينا نروح نتناول المباراه فنيا. برحب بضيوفي في الاستوديو اللي منورينا في استوديو التحليل، زي ما عودناكم بنطلع قبل المباراه بساعه استوديو تحليل لكل العاب الصالات. برحب بالكابتن شريف الجندي ضيفنا النهارده وممثل نادي الجزيره، طبعا كابتن مصر وكابتن ونادي الجزيره السابق، واحد الحقيقه يعني الجيل الذهبي اللي عمل بطولات كبيره نادي الجزيره. اهلا بك كابتن. اهلا وسهلا بكابتن هشام، اهلا بالكباتن، وسعيد ان اكون مع حضرتك في قناه النادي الاهلي وبرنامج الجميل ملوك الصالات. منورنا يا كابتن. اهلا وسهلا بحضرتك. كمان ده انت نجم الجزيره السابق واولادك الثلاثه ما شاء الله الثلاثه نادي الجزيره الفريق الاول. الحمد لله رب العالمين، بس النهارده مع البنات ربنا يكرم ان شاء الله. ان شاء الله مباراه جيده ان شاء الله طريق بالناديين. طبعا برحب بالاسم الكبير، طبعا نجم النادي الاهلي، احسن سنتر يمكن في حقبه كبيره جدا من تاريخ النادي الاهلي، كابتن نبيل بخيت. منورنا يا كابتن. الله يخليك، متشكر جدا حلقة. ومتشكر ملوك الصالات، شكرا ليك. حضرتك منورنا، واكيد طبعا حضرتك كمان رئيس قطاع الناشئات في النادي الاهلي، طبعا منصب مهم، واكيد ده اللي بيساعد واللي بيمد الفريق الاول باللاعبات كل سنه. شكرا. منورنا ومشرفنا يا كابتن. معانا طبعا مدرب او المدير الفني للفريق 2006 بالنادي الاهلي الكابتن عمر هاشم. منورنا يا كابتن. اهلا كابتن هاشم، ازي حضرتك؟ وسعيد جدا ان انا مع كابتن شريف وكابتن نبيل، وان شاء الله يبقى وشنا حلو يعني على النادي الاهلي ونكسب البطوله. مدرب مجتهد وليك يعني بصمه كبيره في قطاع الناشئين في النادي الاهلي، وربنا يوفقك ويشرفنا ان تكون ضيفنا في يعني قناه النادي الاهلي. الله يخليك، ربنا يخليك. خليني قبل ما نروح طبعا نتناول المباراه فنيا ونعرف اهم او ابرز نقاط القوه والضعف في كل الفريقين، خليني اقول بعض الامور اللي تخص كره القدم. الحقيقه قطاع الناشئين في النادي الاهلي كره القدم عامل طفره كبيره، خلينا نقول ان اقوى قطاع الناشئين في مصر وقطاع الناشئين في الكره في النادي الاهلي، شغل لا ينقطع. النهارده كان في نتائج احب اوضحها لحضراتكم. النهارده الاهلي مواليد 2001 كان بيلعب الاسماعيلي، فاز 4-1 نتيجه كبيره في بطوله الجمهوريه، الف مبروك. الاهلي مواليد 2008 لكره القدم يفوز على وادي دجله 3-2 في دوري منطقه القاهره. الاهلي مواليد 2005 لكره القدم يفوز على الغابه 2-0 في دوري منطقه القاهره. الاهلي مواليد 2003 بيفوز النهارده على انبي 3-2 في بطوله منطقه القاهره. الاهلي مواليد 2002 بيفوز ايضا على الصيد في نتيجه ثقيله ايضا 8-0 في بطوله القطاعات. الحقيقه النهارده كان يوم انتصارات كبير جدا في قطاع الناشئين لكره القدم. القطاع بيبذل فيه مجهود كبير، بنشوف لعيبه، بنشوف كل سنه يعني مجموعه كبيره من الناشئين اللي بتطلع على الدرجه الاولى او حتى بتروح اعارات في الانديه الاخرى. يعني قطاع من اهم القطاعات اللي المفروض دائما ابدا نكون عينينا
عليهم. ارجع لمباراه النهارده الاهلي والجزيره لكره السله سيدات اللي بتقام في صاله النادي الاهلي امير عبد الله الفيصل بالجزيره. اروح لكابتن شريف، يعني يمكن حامل اللقب العام الماضي هو نادي الجزيره. هو نادي الجزيره فعلا السنه اللي فاتت كان نهائي مع النادي الاهلي، قدر يفوز في الثواني الاخيره وحائز على بطوله المنطقه السنه اللي فاتت. طب ايه اللي حصل من السنه اللي فاتت للسنه دي؟ يمكن نادي الجزيره في حاله فوزه او هزيمته النهارده هو حجز المقعد الرابع، ليه نادي الجزيره بعد عن المنافسه؟ هو السنه اللي فاتت طبعا كان نادي الجزيره كان معاه مدير فني كابتن عماد موسى، كان معاهم كابتن طارق مصطفى. حصل في الدوري ان هم خسروا وطلعوا مركز سادس، فبناء عليه حصل تغيير في المدربين الفنيين. جه كابتن عمرو توفيق، جه كابتن مدرب كابتن مصطفى سيد، معاه مدربه كابتن سلمى نجيب، دول برضو ابناء من ابناء نادي الجزيره. بس هو الظروف اللي بطوله المنطقه ان حصل لهم دروب، ان هم كانوا لاعبين كاس ماتشين كاس، وده برضو النادي الاهلي كان بيلعب ماتشين كاس قبلها. في اصابات قابلت نادي الجزيره، وقابله مدير الفني عمرو توفيق، كابتن عمرو توفيق. طبعا في ساره مصعود بتلعب وهي مصابه بجلس سبرين انكل، رجليها اتلوت بالبطوله رجليها. في اصابه كمان نيره نافع عندها رباط صليبي، ربنا يشفيها ويعافيها. طبعا في رضوى سالم سنتها حصل فيها حاجه، خلع في السنه، فبتلعب احد المباريات يعني بيقابل الجزيره اصابات كتير، اصابات غريبه. وفي نور بنت الدكتور مصطفى ابو العيله، كابتن برضو نادي الجزيره وكابتن مصطفى ابو العيله، عندها شد في الضمه، فبرضو حتى اللي بيلعب بالسليم مش بيلعب بالسليم. ليه ده بيجي بقى لحضرتك؟ ان هو المسابقات نفسها، حضرتك بتلعب دوري مرتبط، بعد كده بتخش بتلعب مباريات كاس. يعني اخر حاجه الاهلي والجزيره كانوا بيلعبوا يوم الجمعه، يوم الاحد اتلعبت مسابقه بطوله المنطقه، ماتشات ورا بعض. يعني من الدوري المحترفين او الدوري الكبير اللي هو البنات، في خمسه او سته من القاهره اللي حضرتك اشرت اليهم، اللي هم بيلعبوا بطوله المنطقه. بالزبط. يعني في منافسات جامده في بطوله المنطقه غير اسكندريه، في سبورتنج وفي سموحه. فدي شده المنافسات دي بتؤدي الى إصابات. لود بتؤدي الى اصابات، بتؤدي الى حاجات طبعا بيقابلها مدير فني طبعا غير متوقع. هي دي سوق التوفيق. كابتن عمرو توفيق اكيد مدير فني كبير طبعا، محترم طبعا. مصطفى سيد يعني كابتن مصطفى سيد جيل 90 لعب وخد بطولات، كابتن عمرو توفيق، كابتن سلمى نجيب لعيبه نادي الجزيره ومنتخب مصر، يعني جهاز فني، ومعاهم دكتور عبد الغني ربنا طبعا يكون في عونه طبعا في الاصابات دي، معاهم مداري هيثم ممدوح ان شاء الله. وهيجي لحضرتك نستعرض طبعا اسامي طبعا اللاعبات ونشوف مين المتوقع اللي يبتدي بيه الكابتن عمرو توفيق. كابتن نبيل اللي يمكن اجي لحضرتك خلال سنتين ثلاثه، وحضرتك طبعا كنت قريب جدا من فريق الدرجه الاولى بحكم حضرتك مدير قطاع الناشئات، ايه اللي حصل في سنتين ثلاثه؟ ايه اللي خلى النادي الاهلي يرجع تاني يتحط على منصات التتويج بعد ما كنا غايبين لفتره من السنين؟ يعني ان احنا ما كناش بنقدر نخش في منافسات كره السله سيدات. هو طبعا في استقرار في الجهاز الفني، يعني استقرار في الجهاز الفني، وجهاز فني قوي يتمثل في طبعا كابتن ايهاب الالفي، ومعاه طبعا كابتن محمد جاد، دكتور محمد جاد طبعا. ودكتور محمد جاد برضو من الناس اللي ليها اهميه خاصه في الفريق، لانه بيتولى هو وكريم كريم صالح الناحيه البدنيه، وهم دكاتره في التربيه الرياضيه، مع الناحيه الخططيه والناحيه التعليميه اللي بيقودها ايهاب الالفي. فالفريق بيتمتع عنده الاثنين بقوه حتى خططيه، يعني تلاقي النادي الاهلي الفريق الوحيد اللي بيعمل مثلا بريس دفاع ضاغط، سواء مان تو مان، سواء فول كورت، سواء هاف كورت، التنوع في الخطط الهجوميه، التنوع في الخطط الدفاعيه. فالنادي الاهلي لا، الاستقرار عامل له حاله من حالات الازدهار. بس نفس الحاجه اللي بيعاني منها الجزيرة هو الاصابات. يعني النادي الاهلي عنده خمس اصابات، يعني خمس اصابات، يعني دينا عمرو من اللعيبه اللي جامدين جدا ومصابه ولسه راجعه للملاعب، فمش في كامل لياقتها البدنيه. نفس الحكايه تقى كانت مصابه في انفها وعملت عمليه. سهيله
برضه كانت مصابه وحتى ما لعبتش ماتش الشمس اللي مثلا اللي كان في تدوى اللي هو كان مصيري في مصيري. رنا عبد الظاهر كان عندها الضمه منى يحيى نادين ياسر فكميه اصابات نتيجه ان الجداول. طب ليه الجداول مضغوطه كده يا كابتن نبيل؟ يعني هي اصلا مش مع يعني بتبقى مش معلومه بالنسبه لنا. يعني انا فاكر مره مدير نشاط رياضي بيقول لي حط خريطتك او البلان بتاعتك للفتره اللي جايه. يعني احط اللي هو يعني التخطيط للسنه الجايه. قلت له انا اصلا مش عارف المباريات امتى، يعني المباريات هي اللي بيتبني عليها الاحمال وبيتبني عليها جدول المسابقات. يا كابتن بيبقى معروف من قبل الموسم يبتدي، ايه السبب؟ هي دي مشكله. مشكله يعني احنا الاتحاد الوحيد يعني منطقه القاهره، وطبعا هي برضو مشكوره وهي ليها عذرها. البطوله دي اتعملت ليه؟ البطوله دي اتعملت لان لقوا مكان فاضي، لان سبورتنج راح لعب في التداوى في الشرق عنده دوره، فلقى فرق القاهره ممكن تلعب، فقال لك نلعب لان ممكن ما لاقيش وقت تاني. مخطط لها في بدايه الموسم اصلا، ما كانش متخطط لها. بس هو مضطر، هو هيعمل ايه يعني؟ حتى واحنا بنكلمه قال لك لا اما هلعبها دلوقتي لا اما ممكن ما تتلعبش. وبعد كده البطوله دي عزيزه على الاهلي، يعني الاهلي بقى له فتره بطوله القاهره ما خدهاش بظروف مختلفه. السنه اللي فاتت خدنا كذا بطوله بس القاهره ما خدناش. ما تعرفش برضو يعني باذن الله السنه دي، باذن الله السنه دي باذن الله تبقى فتحه خير كده، والنهارده نكسب ونتوج بيها باذن الله. وطبعا اكيد هاجي لحضرتك في تشكيل طبعا الفريق النادي الاهلي ونعرف متوقع مين وتوقعات حضرتك. بس اروح لكابتن عمر، يمكن انتوا بتتمرنوا في نفس الملعب اللي اتمرن فيه الدرجه الاولى سيدات، وبنشوف انا نفسي الحقيقه لما كنا قاعد هناك بحب اتفرج على تمرينهم، بشوف فيه زي ما بيقول كابتن نبيل الناحيه البدنيه في تاثير في شغل. برؤيتك الفنيه كده يا كابتن عمر، شايف ايه اللي يميزنا احنا فرقتنا عن فرقه نادي الجزيره، وايه اللي يميز فرقه الجزيره عن فرقه النادي الاهلي؟ والله كابتن هيثم، هو طبعا زي ما قال كابتن نبيل، في من السنه اللي فاتت استقرار في الجهاز الفني، ودي فرقه كتير مع فرقه النادي الاهلي وجهاز طبعا كابتن ايهاب الالفي وكابتن محمد جاد من الناحيه الفنيه وكابتن موسى وكابتن المشيره، يعني الجهاز كله مستقر اعتقد، ما اتغيرش حد من السنه اللي فاتت. فدي عامل ايجابي السنه دي، وبدانا السيزون خدنا دوري المرتبط تمام، وبدانا في بطوله منطقه القاهره ان شاء الله تبقى نصيب النادي الاهلي وتبقى دفعه قويه للفرقه في بطوله كاس مصر والدوري السوبر. طبعا فرقه النادي الاهلي عندها بتتميز في يعني قوه هجوميه، طبعا اغلبيه سكورات النادي الاهلي بتبقى في الثمانينات والتسعينات، وده بي 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 يعني من اهم ميزات، يعني بنحط فوق ال 80 نقطه او فوق ال 90 نقطه، من اهم مميزات فرقه النادي الاهلي من السنه اللي فاتت. برافو، صح، ان السكور دايما عالي، عندنا حلول، عندنا بتميز، عندنا كمان ايه فرقه النادي الاهلي انسايد واوتسايد، يعني عندك بره ريم موسى، دينا عمرو، سهيله تحت الحلقه، نور علي طلعت، هاله، منى يحيى، جنة، ففرقه النادي الاهلي عندها حلول. صحيح، بلس ان هم فرقه العامل البدني قوي جدا، فبنجري من اعتقد يعني كل جيم عندنا كل كوارتر من 6 ل 8 بوينت فاست بريك، ودي حاجه كويسه جدا. يعني اي فرقه في 4 كوارتر 6 ل 8 بوينت هتلاقي المحصل 30 40 بوينت فاست بريك، بالظبط جبت لك 15 20 بوينت بوينت، خلاص الجيم ده حكي التمنيات في النهايه هتأدي لمكسب الفريق ويبقى سكورك عالي. بلس ان النادي الاهلي كمان بيميزه ان هو كابتن ايهاب الالفي عنده ال 12 لعيب بيعمل روتيشن كويس قوي للفرقه، فانت تلاقي ال 12 بيشارك وبيقدر هو على مدار الجيم يعمل الروتيشن كويس، بحيث ما حدش يقدر يبقى في الملعب ست سبع اكتر من ست سبع دقائق. صحيح، في الملعب. صحيح، بلس ان كمان النادي الاهلي عنده ميزه بيغير الدفاعات كتير، بيلخبط الفرقه اللي قدامه. الناحيه الفنيه عند الناحيه البدنيه عاليه، تقدر تعمل انت عايزه. كابتن نبيل كان لسه بيقول فرقه النادي الاهلي ممكن تضغط، ممكن ترجع للزون ديفنس، ممكن تلعب مان تو مان من اول الملعب، فعندنا حلول في الهجوم دفاعية وحلول دفاعيه، بنقدر نغير الدفاعات كتير، بتأدي برضه في النهايه ان الفرقه يبقى شكلها كويس ونكسب في الاخر. صحيح. طب كابتن شريف، يعني برضه يعني كابتن عمر قال لنا الحقيقه يعني زي ما بيقولوا كده، يعني الاوتسايد فريم لفرقه النادي الاهلي بيميزها ايه؟ والحقيقه يعني كان كلامه بنسبه كبيره جدا صحيح، يعني الحقيقه ده من نظره المشاهد يقدر يعرف كده. طيب خليني اسالك، نادي الجزيره بيتميز بايه اللي ممكن نشوفه النهارده؟ النهارده نادي الجزيره كان بيتميز او تميزه في لعيبه يعني بتقدر تجيب له 20 بونت زي ساره مسعود، في لعيبه اللي جالها اصابه دي نهيره نافع كانت من احسن اللاعبات، في رضوى سالم لعبت كاس عالم ناشئين، في اختها دينا سالم، نور مصطفى ابو العيله،
برضو لعيبه هايله بتشوت 3 بوينت كويس. في لعيبه طالعه من ناشئين عاليه، خالد بلولا مارادونا دي لعيبه هايله جدا وفايتر جدا، اتاخدت برضو منتخب عندهم ناشئين. حلول في الهجوم عندهم حلول في الهجوم، وفي في بس انا متهيألي اغلب الاسامي دي ديفنس برضو، اغلب الاسامي دي بره كابتن، يعني ممكن يكون اغلبهم بارامترز بره ان هم اثنين وثلاثات وحايد. طب وهل نفس الكلام بالنسبه للانسايد؟ الجزيره عنده انسايد، انسايد عنده رضوى انسايد، وعنده عليا هاشم برضو. في حلول، بس هي الاصابات اللي هي واجهت خمس لاعبات كتير، ده خمس لاعبات كتير، القايمه كلها 14 لاعب. يعني رضوى بتلعب انسايد كويس، خمسه ثلث اللعيبه. فدي بقى يعني دي من عند ربنا بدلع. دي برضو بترجع برضو حضرتك زي ما اشار الكابتن نبيل، ضغط المسابقات، انت بتبتدي السيزون مش عارف انت هتلعب بطوله منطقه امتى، مش عارف هتلعب الدوري امتى. ده بالنسبه ده مش للدرجه الاولى بس، بالنسبه على قطاع الناشئين وكل حاجه. يعني انت بتلعب النهارده، بتلعب كاس اثنين وجمعه، وبعد كده دخلت يوم الاحد لغايه النهارده بتلعب حوالي 8 ايام مباريات، مباريات قويه. عارف تاكيدا لكلام حضرتك كلام كابتن نبيل، انا يمكن طبعا بحكم مكاني هنا في قناه النادي الاهلي بتقابل مع مديرين النشاط الرياضي او طبعًا. المسؤولين الحقيقه بيبقى عندهم مشكله كبيره جدا لما بيجي يقدم الخطه بتاعته السنويه. يعني يا كابتن هيثم يعني اليد بيقول بلان بتاعته، الطايره بيقول البلان بتاعته، امتى هخلص، امتى انت عندي كذا، عندي الاشتراكات الخارجيه كذا كذا، الدولي الاجنده الدوليه كذا بالظبط. اللعبه الوحيده يمكن هي على الحال ده بقى لها سنين، ان ما بيقدرش يقدم بالحب شويه، بالحب شويه ما بيقدرش يقدم. يعني نبتدي الموسم ونبتدي نشوف، ربنا يكرم، ربنا يكرم ان شاء الله. بس هو النادي الاهلي اتكلم، نادي الجزيره اتكلم، ان ضغط المسابقه في التوقيت ده بالنسبه لمسابقه، مسابقه مهمه زي بطوله المنطقه، لان هي تعتبر دوري، تعتبر دوري، ما فيش سبورتنج الا وسموحه بس، نقول سبورتنج هي الفرقه اللي يعني البطل، وسموحه قويه يعني الجزيره لسه ملاعب سموحه خسران منه في دور الثمانيه في الكاس بالظبط 3 بونت. الله ينور. يعني فدي تعتبر بطوله قويه جدا، بطوله قويه. الشمس، الجزيره، الزهور دلوقتي بينافس، بينافس طبعا، عاملين شغل كويس جدا. خمس فرق اقوياء جدا بتلعب دوره كل يوم، مريح يوم واحد، فدي برضو لود على اللعيبه ولود على الجهاز الفني، على الاصابات اللي كل بيمر بيها النادي الاهلي ونادي الجزيره. بس هنا في برضو نادي الجزيره يعني نقطه، واتمنى فيها ان لجنه الباسكت، ان هو اتعمل لجنه باسكت فيها كابتن عمرو عثمان، وفيها كابتن ياسر، فيها كابتن ايمان ياسر، وفيها كابتن احمد عوض وعمر شلبايه، مدرب الاحمال، مدرب الاحمال دلوقتي بالنسبه لاي فريق هو الاساس، هو روح الفريق، هو مهم. طب خليني ارجع لحضرتك تاني، بس احنا الحقيقه كان النهارده في قرارات اتخذت من مجلس اداره النادي الاهلي، الحقيقه كان لازم طبعا نحط الساده المشاهدين وجمهور النادي الاهلي العريض في كل مكان على اهم القرارات اللي اتخذت النهارده في مجلس اداره. هنروح نشوف الاستاذ شريف فؤاد طبعا المستشار الاعلامي والمتحدث الرسمي باسم مجلس اداره النادي الاهلي قال ايه عن القرارات دي، ونرجع لحضراتكم تاني نستكمل استوديو التحليل. كل التحية لحضراتكم، استكمالا لقرارات اجتماع مجلس الإدارة الخامس، الحقيقة الجلسة المفتوحة اللي استكملت في مدينة نصر أول من أمس، كان في استكمال أخير لها الأمس الخميس بقيادة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي لشغل كل الأماكن الخالية بالنادي، وإعلان التعيينات الخاصة ببعض الأماكن الحقيقة اللي كانت محتاجة كفاءات إدارية ليكتمل دولاب العمل الإداري والإدارة التنفيذية بعد ما انتهت اللجنة إلى مجموعة من القرارات واختيار عدد من الكفاءات الإدارية. لكن الحقيقة كان في عمل مضني ودؤوب على مدى شهرين تقريبا، تم تشكيل لجنة للنظر في هذه التعيينات، كانت برئاسة السيد العمري فاروق نائب رئيس النادي، وعضوية الأستاذ إبراهيم الكفراوي والدكتور مهند مجدي، بالإضافة طبعا إلى أمين الصندوق السيد الأستاذ خالد الدرندلي. الحقيقة أعلن عن الأماكن الشاغرة في الفروع المختلفة في النادي الأهلي، وتقدم عدد كبير لطلب شغل هذه الأماكن، وصل إلى 55 متقدم لشغل عدد 6 أماكن. الحقيقة أنه تم دراسة السير الذاتية للمتقدمين، وتم عمل مقابلات شخصية ليهم بمعرفة اللجنة، وتم تصفيتهم إلى 18 شخص. بعد ذلك تم تشكيل لجنة عليا برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وانضم ليها السيد المهندس
باشمهندس خالد مرتجي أكبر أعضاء مجلس إدارة سنا، والمدير التنفيذي السيد محمد مرجان، بالإضافة للجنة القديمة. وعرضت الحقيقة السير الذاتية لل 18 مرشح على هذه اللجنة، وبالتصويت وطبقا لضوابط ومعايير دقيقة جدا تتفق وتتسق مع الوظائف المتقدم لشغلها، تم الاستقرار على التعيينات اللي هنقولها لحضراتكم دلوقتي. وجدير بالذكر أيضا أنه كان هناك قسم للأمن الصناعي في النادي الأهلي تم تطويره ليصبح إدارة كاملة، نظرا لأن النادي الحقيقة مقدم على مرحلة كبيرة من الإنشاءات وعملية التطوير في المقر الرئيسي وفي الفروع المختلفة، وبالتالي هذه الإدارة سيكون لها دور كبير جدا في المرحلة المقبلة. وتم اختيار أيضا شخص له باع طويل وخبرات في هذا المجال. قبل ما نقول لحضراتكم أيضا هذه القرارات وهذه التعيينات، الحقيقة أنه في سابقة هي الأولى من نوعها داخل الأندية المصرية، مجلس الإدارة الحقيقة والكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة كلف مدير النادي الكابتن محمد مرجان بتشكيل لجنة لإدارة الأزمات تكون برئاسته، وعضوية مدير الفروع اللي هو حسن مسعود مدير مدينة نصر، والمدير الجديد للشيخ زايد اللي هو تم اختياره اللي هو محمود الفيشاوي، وده كان أول القرارات اللي تم اتخاذها. باقي القرارات بالإضافة للي هو محمود الفيشاوي، اللي هو محمود طبعا عنده خبرة عريضة وعنده سابق تجربة مهمة في النادي الأهلي في أكثر من مجال، تم تعيين اللي هو عماد فوزي حنا مدير لأمن الشيخ زايد، واللي هو عماد الحقيقة له سيرة ذاتية مطولة، كان ضابط مباحث جنائية ومدير أمن الوادي الجديد، وعمل في مباحث الجنائية بالقاهرة لمدة 14 سنة، ويتمتع بخبرات الحقيقة وتاريخ مهم جدا في مجال العمل البحثي والجنائي، وتولى مهام فرع أو مهام مدير أمن النادي بفرع الشيخ زايد. أيضا تم تعيين الأستاذ نوبي أبو زيد مديرا لخدمات فرع النادي بالشيخ زايد. تم تعيين الأستاذ وليد أمين عباس مديرا للصالة الرياضية أو للجيم اللي موجود أيضا في فرع الشيخ زايد. فيما يتعلق بالجزيرة تم تعيين الأستاذ خالد مرسي عبد الحافظ مديرا لمقر الجزيرة خلفا للكابتن هاني عبد المنعم. إذن الأستاذ خالد مرسي عبد الحافظ هو مدير مقر النادي في الجزيرة. الأستاذ محمد الألفي مدير خدمات النادي الأهلي بالجزيرة. الأستاذ محمد الألفي مدير خدمات النادي الأهلي بالجزيرة. أما العميد صلاح العميد علاء صلاح الدين فتم تعيينه مديرا لأمن الجزيرة. العميد علاء صلاح الدين مدير أمن الجزيرة. الأستاذ أحمد محمد عوض تم تعيينه مديرا للجيم بالجزيرة، والأستاذ محمد أحمد حسن داود نائب لمدير الجيم. تاني نقول الأستاذ أحمد محمد عوض مديرا للجيم، والأستاذ محمد أحمد حسن داود نائب لمدير الجيم. كمان تم تعيين الأستاذ محمد فتحي حمزة مساعد مدرب بالنادي، وإدارة الأمن الصناعي اللي قلنا لحضراتكم عليها العميد ناصر أبو زيد. والعميد ناصر الحقيقة عنده خبرة كبيرة في هذا المجال، وهيكون منوط بتشكيل هذه الإدارة اللي هيكون عندها مهمة كبيرة جدا في المرحلة المقبلة، نظرا لأن النادي مقبل على نشاط كبير يتعلق بالإنشاءات وتطوير الفروع المختلفة، والمفترض أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية هيبدأ العمل في غضون أيام قليلة بعد مؤتمر صحفي للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي يعلن فيه عن المقترح والمدة الزمنية والأولوية والأسبقيات الخاصة بهذه الأعمال سواء في الجزيرة أو في مدينة نصر أو في الشيخ زايد. حضراتكم عارفين كمان أنه مجمع حمامات السباحة في مدينة نصر كان بلا مدير، فتم تعيين الكابتن طارق الصغير مديرا لجهاز الغطس وقائما بأعمال مدير مجمع حمام السباحة بمدينة نصر. إذن الكابتن طارق يعني منوط به الحقيقة مهمتين في منتهى الأهمية، هو مدير جهاز الغطس وقائم بأعمال مدير مجمع حمامات السباحة بمدينة نصر. وأيضا الحقيقة أنه الكابتن طارق من الكفاءات الإدارية وأبناء النادي المتميزين، وعنده سيرة ذاتية تشهد ليه وحسن خلق وعلاقة طيبة بكل العاملين في المجال. أخيرا الأستاذ مجدي سليم هو مدير خدمات مدينة نصر. الأستاذ مجدي سليم مدير خدمات مدينة نصر.
في النهاية بنؤكد مرة تانية أنه الحقيقة مجلس الإدارة استحدث طرق يعني علمية ومنهجية، سواء في طريقة الإعلان عن الوظائف أو في طريقة التقدم ليها أو في طريقة فحص المرشحين وفحص سيارهم الذاتية وسابق أعمالهم، بالإضافة إلى المقابلات الشخصية اللي تمت مع اللجنة المشكلة برئاسة السيد العمري فاروق نائب رئيس النادي، ثم تم العرض على لجنة أخرى بعد أن تم تصفية عدد المتقدمين من 55 إلى 18 شخص على لجنة برئاسة رئيس النادي الكابتن محمود الخطيب، وتم توسيع الدائرة ليتم اختيار المتقدمين من بين الحقيقة هذا العدد الكبير. بنتمنى كل التوفيق للزملاء الجدد في مهامهم، خصوصا النادي الأهلي مقبل الحقيقة على مرحلة مهمة جدا من تاريخه تتعلق بتطوير كبير والحقيقة غير مسبوق في الفروع الثلاثة وإنشاء الفرع الرابع في التجمع الخامس، إضافة إلى المدينة الرياضية المزمع إن شاء الله. ودائما الأهلي فوق جميع أبنائه. نشكر حضراتكم، نتمنى لمجلس الإدارة وللعاملين الجدد الزملاء الجدد كلهم في موقعه التوفيق بإذن الله. شكرا لحضراتكم. مع حضراتكم كلمة الأستاذ شريف فؤاد، طبعا المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة النادي الأهلي. الحقيقة أسلوب محترم وراقي في عرض قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي، وده اللي عودنا عليه النادي الأهلي مدار تاريخه، إنه مجلس الإدارة بيشتغل، مجلس الإدارة بيحط سياسات وبعد كده بياخد قرارات، وهذه القرارات تطلع للإعلام بشكل وقنوات شرعية، مفيش فوضى التصريحات، ولكن النادي الأهلي الحقيقة شكل محترم شكل جميل. أستاذ شريف فؤاد الحقيقة وجهة يعني كل اللي يشوفه حتى في طريقة إلقائه للبيان، وجهة تشرف طبعا أي مكان. الحقيقة استعرض كل القرارات، أغلبها طبعا كانت قرارات إدارية للتشكيل الإداري والهيكل الإداري بالنادي الأهلي، وده وضع طبيعي بعد أي انتخابات. الحقيقة كان زي ما احنا قلنا المجلس الإدارة الحالي تقريبا في شبه انعقاد دائم، كل يوم وكل ساعة قرارات بتتاخد، لأنه الحقيقة ده وضع طبيعي بعد أي انتخابات، لابد ان الناس تحس انه في على ارض الواقع قرارات كتيره بتؤخذ، وبعد كده الامور يعني بتستقر، وبعد كده بيبتدي النادي الاهلي يعمل بكل قوته. والحقيقه هو ده اللي عودنا بيه النادي الاهلي، شكل محترم. حتى الاعلان عن قرارات مجلس الاداره بيكون بشكل وقنوات شرعيه، ما بنشوفش زي اللي بنشوفه في حتت كتير بيبقى فيه فوضى اعلاميه ومتحدثين كتير بيتكلموا باسم مجلس اداره ومتحدث واحد استاذ شريف فؤاد. الحقيقه استعرض بكامل القرارات التي تم اتخاذها في مجلس الاداره. ان شاء الله كل التوفيق لمجلس الاداره، وكل التوفيق الحقيقه لصناع القرار ان شاء الله، حتى تسير قافله النادي الاهلي الى الامام كما عودتنا. ارجع لضيوفي في استوديو تحليل، الكابتن شريف الجندي، الكابتن نبيل بخيت، والكابتن عمر هاشم. يمكن كابتن شريف كنا بنتكلم قبل الفاصل وقبل البيان قرارات مجلس الاداره، كنا بنتكلم على نادي الجزيره. استاذن حضرتك نستعرض الجهاز الفني، اسامي الجهاز الفني واللاعبات اللي هيشاركوا النهارده ان شاء الله. النهارده اللاعبات ان شاء الله هتكون ساره مسعود، رضوى سالم، دينا سالم، اخوات طبعا منى حسني، نور مصطفى ابو العيله، علياء هاشم، رنا همام، فرح طارق، ايمان خالد، كريمان محمد، علياء خالد، ندى نافع اختها طبعا ربنا يقومها في السلامه، نيره نافع من الرباط الصليبي، نادين خالد، ومريم حسين فهمي، وفي معاهم علي خالد. دي مارادونا، دي بقى اللعيبه الناشئه دي الهايله، ربنا يكرمها ان شاء الله. ان شاء الله. والجهاز الفني كابتن عمرو توفيق، كابتن فني طبعا، مدير فني طبعا كابتن عمرو توفيق، مدرب كابتن مصطفى سيد، مدربه سلمى نجيب، طبيب دكتور عبد الغني، اداري هيثم ممدوح. تمام كابتن نبيل، نستعرض مع حضرتك تشكيل الجهاز الفني للنادي الاهلي واسامي اللاعبات. اتفضل يا كابتن نبيل. التشكيل الجهاز الفني، كابتن ايهاب الالفي مدير فني، كابتن محمد جاد المدرب العام وهو دكتور في كليه التربيه الرياضيه، كابتن موسى علي وده اضافه كبيره للجهاز، ده تبع مدير اداري، الكابتن مشير الرشيدي دي اداريه الفريق. الحقيقه عامله شغل جامد، مجتهده جدا ومركزه كويس قوي قوي، يعني الحقيقه بحب اشيد بيها، لان مفيش اي مشاكل اداريه شفناها خالص في الفرقه، بامانه الجهاز الاداري في الفرقه ما شاء الله عليه، يعني وتواصلها كمان مع اللاعبات هايل صراحه، يعني هي يعني كانها اخت كبيره ليهم، ودي اضافه كبيره. وانا يعني شايف ان هي حتى وجودها مع المنتخبات هيبقى اضافه كبيره، ان مشيره يعني كابتن مشيره طبعا على درايه كبيره جدا بالامور الاداريه لفريق فرق البنات. يعني اتفضل يا كابتن. دكتوره رود عيد ودكتور طبيبه الفريق، ودكتوره ايهام انور اخصائيه علاج الطبيعي. وعايز برضو اشكر الاثنين دول زي ما شكرت الكابتن جاد وكابتن كريم صالح قبل كده لتفانيهم مع الفريق. صحيح، دايما بشوفهم قاعدين مع الفريق، كمية إصابات صحيح غير طبيعية، وهم
يعني يكادوا كل يوم في الملعب وكل يوم صحيح. مع اللعيبه في التمارين على طول. صحيح بصراحه جهاز طبي سواء طبيب او اخصائي طبيعي ابراهام او رود الحقيقه ربنا يوفقهم دايما شايفهم قاعدين في الملعب الحقيقه. الكابتن كريم صالح مخطط احمال وزي ما قال طبعا كابتن شريف ان دي يعني النادي الاهلي قائد فيها او ليدر فيها ان هو دايما بيبقى فيه معد جيد للبدني مع الفرق. صحيح. اللاعبات دينا عمرو كابتن الفريق وبتلعب في مركز 2 و3 ساعات. هاله مصطفى بتلعب في مركز 4 و5. سهيله هشام بتلعب في مركز 2. ريم موسى بتلعب 1 و2. ساره المغربي بتلعب 1 و2 برضو. رنا عبد الظاهر بتلعب 3 و4. نور علي طلعت بتلعب 4 و5. جانا مصطفى بتلعب 4. رنا علاء دي برضو بتلعب مركز 1 وممكن ساعات برضو بنستعين بيها في مركز 2. نادين ياسر ابو الفتوح بتلعب في مركز 5. زينب الزيني بتلعب في مركز 4. منى يحيى بتلعب في مركز 4 و5 برضو. تمام. وفي معانا برضو تقى جمال بتهيألي يا كابتن برضو من الناشئات. في تقى وهبه. تقى وهبه. وهبه بالذات يعني الاثنين ما شاء الله مش يعني مش بالذات يعني هبه وتقى عاملين موسم هايل السنه دي في الدوره دي. كمان هبه عامله مستوى عالي جدا ما شاء الله. ودول يعني لسه اول سنه ليهم في الدرجه الاولى ونتوقع لهم مستقبل كويس جدا. وكمان كابتن ايهاب الالفي بيستعين بسلمى وإناس صناع لعب. سلمى مصطفى وإناس خالد. سلمى مصطفى وإناس خالد والاثنين لعيبه مميزين بس جايز الدوره دي مش قادر يلعبهم لان هم خارجين من امتحانات. صحيح. الفتره اللي فاتت فكان صعب الاستعانه بيهم في الفتره دي. وكمان في بتول عادل دي بتلعب في مركز 3. لعيبه جيده جدا وفي منتخب ال 18 سنه وهي كان ليها دور برده في المباريات اللي فاتت كبيره جدا. وريم اشرف اللي برضو بتلعب في مركز 4 وكانت على طول بتلعب في المباريات الفترة السابقة لكن برضو كان عندها الدراسة في الفترة اللي فاتت دي طبعا امتحانات يعني كان صعب ان هي تنتظم مع الفريق خطورة حتى في مشاركتها وهي مش جاهزة فنيا مش جاهزة بدنيا طبعا اكيد. يمكن يا كابتن تقى وهبة وبتول وسلمى وريم وإناس يمكن دول يمكن زي ما بنقول باكورة انتاج قطاع الناشئات. يعني لو اتكلمنا على قطاع الناشئات كأنه خط انتاج. فالحقيقة لما نلاقي 6 لاعبات طالعين بقوه وكابتن هاب انا اعرف ان كابتن هاب جريء يعني يحب يزق الزغارين جريء ما بيخافش ما بيقلقش بيزق اللعيبه واللاعبات بيزقهم في الملعب. يعني 6 لاعبات متهيألي ده برضو يعني حاجه تستدعي للفخر بامانه لقطاع الناشئات في النادي الاهلي. هو احنا يعني احنا بيهمنا المكسب. انت عارف النادي الاهلي طبعا ما ينفعش غير المركز الاول لكن في نفس الوقت عينينا على مين ممكن يطلع فوق ومين ممكن يستمر. صحيح. فالحته دي الدرجة الأولى كمان بيساعدنا فيها يعني. صحيح. بيساعدنا ان هو متشجع وعايش البنات يقعدهم. صحيح. كتمرينه وخلاص. صحيح. لا ده بيشاركوا في المباريات وبيشاركوا قدام فرق كبيرة. صحيح. وبالتالي لما بنيجي نحتاجهم في أي وقت هم عندهم الثقة وعندهم الشخصية ان هم يلعبوا ضد الفرق دي. صحيح. وعايز اقول لك كابتن نبيل انت تعبتنا قوي يا كابتن بصراحة. عارف ليه؟ ليه يا فندم؟ يعني على طول انت قاعد في الملعب. وعلى طول اروح في اي وقت النادي الاهلي الاقي كابتن نبيل قاعد واقف مع التمارين واقف مع هو يشيل اللقمة ويحط اللقمة ويعمل. فكل ما نكلمك تبقى معانا في الاستوديو التعليق تقول لي لا انا عندي تمرين لا انا رايح الماتش. فتعبتنا انت جامد يا كابتن نبيل والله. والله يا كابتن هيثم انا يعني حتى لما كنت مسافر بره الشهر او الشهر ونص اللي انا باجيه هنا اهو ببقى قاعد في الملعب ما بعرفش يعني بيبقى جزء من حياتي اليوميه لازم اجي النادي الاهلي. كابتن نبيل حضرتك كان ليك يعني اقول ايه يعني انا دخلت النادي الاهلي وحضرتك كان ليك يعني ليا الشرف انا ان حضرتك كنت مدير فني وقت طبعا ما جيت النادي الاهلي يخليك وكمان حضرتك اصريت طبعا. يعني يوم ما انتقلت يعني وجيت النادي الاهلي كنت حضرتك مدير فني الفريق الاول لكره السله رجال والحقيقه كان ليك نظره معينه قلت لا انا عايز هيثم جوه النادي الاهلي والحقيقه انا يعني لحد وقتنا هذا انا مش ناسي الموضوع ده. والله يا هيثم انا يعني شايف ان انت علامه من علامات الباسكت في مصر اخلاقيا ولعب يعني انا لما جيت عايز مثلا هيثم يجي النادي الاهلي انا ببص كمان الراجل ده اخلاقيا هو هيمشي مع النادي الاهلي. لا بصراحه
يعني 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 اخلاقيا ولعبا انت كبيرة كنت كبيرة اضافه بقى. كبيره جدا لفريق النادي. شرف ليا وشرف ان انا لعبت تحت قياده حضرتك. طب احنا لازم نروح ارض الملعب معانا الزميل كريم احمد طبعا مراسلنا في ارض الملعب، يعني عايزين نعرف منه الاجواء. ازيك يا كريم؟ يا كابتن عصام السعيد وتحياتي طبعا لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان وكل نجوم الاستوديو التحليلي. كريم اوصف لنا الاجواء عندك في صاله الامير عبد الله الفيصل، هل الفرقتين بداوا عمليه الاحماء المباريات اللي قبلينا؟ هل في مباريات ثانيه اتلعبت على نفس الصاله ولا كانت بتتلعب في الصاله الصغيره؟ يعني اوصف لنا الاجواء واستعدادات الفريقين للمباراه. بالفعل يا كابتن عصام، يمكن طبعا بيسبق هذه المباراه كانت مباراه كره يد لكابتن عاصم حماد. رجال كره اليد النهارده كانوا بيخوضوا مباراه امام طلع الجيش هنا على صاله الامير عبد الله الفيصل، انتهت منذ لحظات بسيطه. كان قرار ان تكون المباراه على صاله الشهداء، الصاله اللي بيدرب عليها سيدات كره السله النادي الاهلي بصفه مستمره وبيخوضوا عليها المباريات، لكن طبعا نظرا للتكريم ونظرا ان هي مباراه نهائي منطقه القاهره فاكيد كان القرار قرار مميز ان يكون في الصاله الرئيسيه صاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيره لحضور اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي، وهتكون اكيد طبعا في تكريم عقب انتهاء هذه المباراه. لو برجع معاك كابتن عصام، يمكن كابتن ايهاب الالفي كانت مباراه الامس الاهلي وليبروس مباراه اكثر من رائعه، مباراه كانت صعبه جدا جدا جدا، انتهت في الثواني او الثانيه الاخيره من المباراه بنتيجه 75-74. المباراه يمكن النادي الاهلي كان اوت اوف فورم في المباراه، يمكن بتكلم مع كابتن ايهاب قبل هذه المباراه قال احنا ما كناش في المود، ما كناش مركزين بشكل كبير في المباراه دي، لكن هو اجتمع مع اللاعبات كان في تحميس كبير، كان في تعنيف بلغه كره السله كده والتركيز الشديد لابد يكون في مباراه اليوم بطوله منطقه القاهره، بطوله ان شاء الله تكون في دولاب بطولات النادي الاهلي. واكيد كابتن ايهاب كانت محاضره مهمه ومحاضره مميزه اتكلم فيها طبعا على كل الجوانب الخططيه لفريق نادي الجزيره اللي النادي الاهلي هيواجهه في مباراه اليوم. يمكن زي ما بنقول لسه حتى هذه اللحظه الفريقين لم ينزلوا الى ارض الملعب، بيجهزوا طبعا دلوقتي كل العمال المتواجدين في صاله الامير عبد الله الفيصل لتجهيز الباسكت طبعا لفريق نادي الجزيره والنادي الاهلي نظرا للمباراه التي كانت سبقتها مباراه كرة اليد. بنتمنى كل التوفيق للكابتن ايهاب الالفي، كل اللاعبات ان شاء الله تتوج بهذه البطوله بطوله منطقه القاهره تكون من نصيب سيدات النادي الاهلي. اكيد حتى هذه اللحظه كمان يمكن طبعا كنا عايزين نقول التشكيلين للفريقين، لكن لسه كابتن موسى علي طبعا المدير الاداري لانسات كره السله لسه حتى الان لم يصدر التشكيل الخاص بفريق النادي الاهلي ونادي الجزيره، لكن في خلال لحظات ان شاء الله يكون معانا التشكيلين، وايضا ان شاء الله في حاله وجود اي من اتحاد كره السله اللي يكون متواجد طبعا في المقصوره الرئيسيه اكيد هيكون لنا اللقاء معاه لمعرفه مستوى الفني للبطوله وايضا رؤيته للمباراه النهائيه الاهلي والجزيره على صاله الامير عبد الله الفيصل. الامور ماشيه بشكل مميز هنا كابتن عصام، وينقص التوفيق لكابتن ايهاب الالفي وكل لاعبات كره السله بالنادي الاهلي. عوده ليك يا كابتن عصام وكل نجوم الاستوديو التحليلي. زميل كريم احمد شكرا جزيلا، واكيد هنرجع لك تاني لما تحط تشكيل الفريقين، لان مهم جدا نعرف مين تم استبعاده ومين تم الدفع بيه. مشوار النادي الاهلي في البطوله عايزين نستعرضه، عايزين نستعرض حتى الارقام ودلائل الارقام في المنافسات. اتفضل يا كابتن عمر. هو طبعا النادي الاهلي بدا البطوله كان اول جيم عندنا مع الغابه كسبنا 11 بونت 66-55. بعد كده تاني بس خلينا نقف يا كابتن على ماتش الغابه. الغابه الحقيقه نادي في السيدات بيشهد طفره كبيره الحقيقه الفتره اللي فاتت، وكان الاستاذ عمرو توفيق عضو مجلس الاداره السابق الحقيقه كان متابع كويس جدا وكان متبني الفرقه دي، بدليل ان هي دايما دلوقتي نلاقيها على منصات التتويج. هم من السنه اللي فاتت عاملين فرقه كويسه، السنه اللي فاتت حتى خدوا رابع كاس مصر، خدوا المركز الرابع في كاس مصر، والسنه دي استعانوا بلاعيبه من نادي الصيد دانا، لعيبه سنتر، لعيبه كويسه فرقه معاهم، وكمان خدوا اثنين لعيبه من النادي الاهلي كانوا من تحت 18 سنه، ميرنا جمال وآية حسام، الاثنين اللعيبه دول برضو فارقين معاهم كويس جدا. عاملين فرقه كويسه. احنا نتمنى ان نادي الغابه يستمر على ده الحقيقه. بس هم للاسف يعني البطوله دي خدوا مركز سادس. يعني هم البطوله دي بس ما يدلش على نتائج يعني عاملين ماتشات كويسه بس يعني فنشوا في المركز السادس. طبعا تاني جيم كان عندنا مع الشمس نتيجة عالية 97-86، وده اللي كنت بقوله حضرتك كابتن هيثم، النادي الأهلي دايما سكوراته عالية. يعني 66 برضه يعني يعتبر عالي مش قليل. في البنات عالي. عالي. إنما 97 ده عالي قوي. تاني ما هو بقول لك النادي الأهلي بيتميز بقوة هجومية عالية جدا. بس برضه يا كابتن يخش فيها 86 بونت تقريبا، كان برضه الشمس موفق. الشمس متوفق جدا وما كانش دفاعنا قوي يعني. تاني تالت جيم كان عندنا مع الزهور يعني خلص 64-62 ماتش مقفول. ده يعني ده اعتقد من اسوء المباريات اللي كانت النادي الاهلي على مدار البطوله،
وما كانش الاهلي فول تيم، كان برده كابتن ايهاب كان بيجرب بعض اللعيبه بس خلينا برده اكيد ده كان عامل، بس نقول برده نادي الزهور الحقيقه شايف يعني كل الاحترام والتقدير لنادي الزهور عامل طفره كويسه. بس انت بتحلل اداء النادي الاهلي بس 64 برده رجعنا لمعدل المباراه الاولى اللي هو كان 66 يعني من 64 ل 66 بيتهيألي برده ما كناش موفقين بالنسب بتاعتنا العاليه. بالظبط بالظبط. ثالث رابع يوم كان طبعا دي اوف للفرقه كلها. مباراه امبارح مع هليوبلس 75-74 ده برده سكور عالي طبعا، كانت مباراه كويسه جدا من الفرقتين. النادي الاهلي كان عامل مباراه، النادي الاهلي كان حتى متاخر فارق 15 بونت لحد بدايه الرابع كمان. كان سكور 13 بونت او 14 بونت لحد بدايه الرابع، عمل كامباك في الرابع، عمل كامباك عالي جدا وقدر النادي الاهلي يرجع للجيم وخدنا الليد في اخر دقيقه ودقيقه ونص او دقيقه رجعنا ركبنا 3-4 بونت وفنشنا الجيم بفرق بونت. حتى نادي كمان نادي هليوبلس عمل جيم كبير، مباراه ممتازه جدا. خلينا برضو ناكد على كلام كابتن شريف وكابتن نبيل ان الناحيه الفنيه الناحيه البدنيه هنا ادتنا المكسب بالزبط. في ماتشين بالظبط، ماتش الظهور وماتش هليوبلس. طبعا كان الكلوز جيم طبعا الماتشين وانتهوا في اخر، حتى ماتش الظهور حتى انتهى في اخر 25 ثانيه، كان درو جيم لحد 25 بالزبط. ثانيه الفرقه اللي تقدر تكمل وتكسب يبقى عندها خبره وعندها ناحيه بدنيه كويسه الاثنين. طبعا قدرت هلا مصطفى جيم الظهور تجيب الباسكت الاخير اللي كسبنا بيه. امبارح من مباراه الاهلي ولوبيس دي انا شايفها من احسن المباريات على مدار على مدار البطوله كلها. على مدار بطوله الماتشات طبعا كانت نتائج الاهلي لو كان يعني الاهلي لم يوفق امبارح كان هيبقى في حسابات ثانيه خالص طبعا لو كان الاهلي لم يوفق امبارح كان هليوبلس دخل في المنافسه والشمس دخل في المنافسه، كنا ممكن نقدر نشوف دوره ثلاثيه بين النادي الاهلي ونادي الشمس ونادي هليوبلس. انما امبارح طبعا بس طبعا الاهلي سهل ربنا كرمنا النهارده نكسب نتوج بالبطوله، لا قدر الله ما توفقناش هيبقى في مباراه فاصله مع نادي الشمس. بس نتمنى تبقى بكره غالبا نكسب ان شاء الله، تبقى بكره غالبا بتبقى يعني تاني يوم على طول ان شاء الله يعني ما نحتاج لهاش ان شاء الله. كل الاحترام لكابتن شريف يعني بنهزر طبعا لا لا طبعا ما فيش مشكله دي رياضه وبنقول لا طبعا الفائز طبعا مبروك ايا كان، احنا قاده النادي الاهلي ولكن في الروح الرياضيه موجوده اكيد وبالعكس ده احنا يعني ايا كان النتيجه بنقول الفائز مبروك ودي روح النادي الاهلي. خليني برضو ارجع ليك، مش عارف حضرتك تابعت مشوار الجزيره في البطوله؟ تابعت بنتكلم عن الجزيره وكسب اول يوم الظهور، كسب اول يوم الظهور وبعد كده عندك فاكر السكور ولا لا؟ مش فاكر بس يعني فاز الجزيره فاز الزهور على الظهور في المباراه اعتقد الفرق كانت نقطتين نقطتين المباراه يعني كلوز يعني جيم الجزيره والظهور برضه يعني كلوز جيم انتهى فرق باسكت او باسكت يعني كل ماتشات الجزيره كلوز شويه يمكن عشان غيابات خمس لاعبات غيابات وكان ساره كمان مسعود ما لعبتش اول يوم لا خساره تاني يوم من هليوبلس طيب تاني ماتش هليوبلس الجزيره خسر من هليوبلس خسر من هليوبلس بس كده هليوبلس عامله يعني فرقه كويسه هو هليوبلس بقى فتره بعيده هو هدك انت اشرت النقطه مهمه جدا هو كابتن نبيل قاعد في الملعب قطاع ناشئين ما فيش حد يعني درجه اولى بدون قطاع ناشئين ناجح مفيش درجه اولى برافو عليك حتى لو انت حضرتك في الناشئات بالذات في الناشئات في الناشئات في الدرجه الاولى اولاد في اي نادي درجه اولى بنشير دلوقتي ان الكابتن نبيل قاعد في الملعب بيبص على الناشئات النهارده قاعد برضه قاعد مش عارف قاعد فين لا ده بيقول هليوبلس اكيد في حد هناك برضو. اكيد طبعا هليوبلس طبعا هليوبلس من زمان في الناشئات موجود مين مدير فني هليوبلس يا جماعه كابتن عمرو عاصم كابتن عمرو عاصم احد ابناء النادي الاهلي احد ابناء النادي الاهلي راجل محترم جدا مدير فني مجتهد جدا جدا هايل فدي دي اشارات لحاجات مهمه جدا قطاع ناشئين كويس جدا بينافس هتلاقي الدرجه الاولى على طول بتخش يعني برضو الغابه حضرتك في 16 سنه منافس جامد جدا في 18 سنه منافس جامد جدا في الدرجه الاولى ومنافس جامد جدا ليه مهتمين بقطاع الناشئات خسرنا من هليوبلس كسبنا الغابه الشمس امبارح كنا كسبانين 12 بونت انا سمعت وكنت متابع 12 بعد كده الدنيا اتقلبت في الاخر يعني هم مش عايز اقول مش عايز اتجه للتحكيم يعني دي حاجه ما ايه لا لا ما يعني دي حاجه شايف ان كان في غلطات تحكيميه يعني انا عرفت يعني انه حتى كابتن محمد شريف كان موجود وكان مستاء جدا من الغلطات التحكيميه اللي كانت موجوده حتى الشمس واللي فاز كان مستاء برضو من الغلطات التحكيميه اللي كانت موجوده بص لما يبقى في عدم رضا من التحكيم الحقيقه من الفرقتين الفائز والخسران فدي طبعا بس احنا برضو نرجع نقول حاجه نقول انه
مباراه امبارح دي كانت ممكن تقلب الموازين، يعني لو الجزيره فازت على الشمس بيتهيألي امبارح كان النهارده في الجزيره عنده امل دخل في اللعبه داخل وداخل ممكن مباراه فصل، فيمكن اداء التحكيم كان مؤثر لان المباراه كانت تهم هي مؤثر الجزيرة. بس مش عايزين نشيل نقطه التحكيم ان كان كسبان برضه 12 بونت. بص يا كابتن، خلينا نقول ان التحكيم هو عنصر من عناصر اللعبه، يعني عناصر اساسيه بالظبط. وانا معلش ارجع واقول ان الحكام الحقيقه خلينا نتكلم بامان، الحكام مظلومين لان احنا خلينا نتكلم بكل واقعيه، ويمكن انتوا حضراتكم تشاركوني في الموضوع، الحكام محتاجين نظره لرفع امور كتيره جدا جدا يا كابتن. احنا اتكلمنا مع كابتن ايمن جوري في الاستوديو الجزيره والاهلي، الجزيره والاهلي الراجل قال لك لا عايزين طفره كبيره، طفره ما نزلش الحكم، يعني ما جيش الحكم اقول له انا مطالب منك تعمل 1 2 3 4، لو يعرفوا الحكام دي بتتحمل قد ايه وبتصرف من جيوبها يا كابتن، الحكام في كره السله بتصرف من جيوبها عشان تيجي تحكم لانها بتحب اللعبه زي ما اللعيب بيحبه. لكن ما ينفعش ان عقود اللاعبين دلوقتي مرتفعه جدا ما شاء الله وميزانيات كبيره، واجي للحكم اقول له لا معلش خد 100 جنيه و50 جنيه في الماتش، لا لا طبعا لا، يعني لا دي صعب. استحاله زي ما حضرتك بتقول قطاع ناشئين، ما عندك برضو في التحكيم ناشئين بيطلعوا، عايز حضرتك ان انت تبقى مهتم بيهم. حكام احنا عندنا دلوقتي 5 حكام دوليين فقط بيلفوا الماتشات كلها، بيلفوا يعني مثلا يعني ماتش مهم في ال20 ينزلوا ماتش مهم في ال20. المهندس خالد ناصف سليم كان معايا في الاستوديو ومشرفنا في استوديو ملوك الصالات، الحقيقه كان بيقول انا عندي حوالي 20 حكم او 25 حكم دولي، بقول له طب ده انت تحمد ربنا طبعا. هي انا عندنا 5 حكام دوليين، وفي حكام بنات دوليين، في حكام بنات دوليين. لا الحكم احنا بننتقد لو في اداء تحكيمي، ولكن بنقول الحكام يعني برضو يعني لازم فنيا يعلو وماليا يعلو، اكيد طبعا اكيد طبعا لازم نحطه في حته ثانيه عشان تقدر تاخد منهم انتاجيه صحيح. اكيد اكيد والتحكيم ده الضلع الاساسي في اللعبه، هو الحكم هو القاضي اللي في الملعب. ولا رايك يا كابتن بيتو؟ هو انا يعني كمتابع للباسكت يعني الحكام لو هو ضعيف انا ما بيهمنيش، لان الغلطه بتبقى على الفرقتين صحيح، ما بيبقاش في تعنت ضد فرقه. لكن ساعات انا اللي بيضايق المدربين او ضايق مثلا كذا، ان ساعات هو بيحس ان هو ان الحكم ضده، ده مش مفروض. الصفاره عليا انا، يعني مثلا في حدث بيحصل هنا نفس الحدث اللي حصل هنا مش مسطره، لو انت بتحسبه مثلا كده هو او مره او مره لا ماشي، انت ده رايك يعني، يعني مثلا سواء دي ووك سواء دي فاول سواء كده، لكن اجي مثلا ده اتعمل 4 مرات هنا اهو وده اتعمل 4 مرات هنا اهو، ده بيتحسب حاجه، ده ساعتها بقى المدربين بيخرجوا عن شعورهم صحيح. فدي برضو حاجه في مراقب المباراه وفي الناس اللي هي قايمه على التدوى، ان هو لازم بيزعل الحكم يبقى فير، حتى لو هو غلطان بيحسب بغلط مش مشكله، لكن يبقى فير على الاثنين يعني دي الحته بس اللي ساعات برافو عليك صح، حتى هي دي اللي بتزعل صحيح، او اللي بتخلي الفرقه تحس ان هي مظلومه انه المسطره مش واحده. يعني ليه المدرب ده خرج عن شعوره؟ لان هو شايف ان هو في مجامله للفريق الثاني مره واثنين وثلاثه، والبنات عندي مثلا او الاولاد لبسوا فاولات وابتدت ثقتهم بنفسهم تضيع في المباراه، وفي الاخر الحكم يعني انت يعني انت القاضي في الملعب، يعني انت مش مثلا مع فلان او مع علان او ما يعني حتى ما تحبيش، يعني احسب صحيح. اللي شايفه صح صحيح. هو احسبه وخلاص صحيح. فبصراحه الحكام هم مظلومين فعلا، مظلومين بالزبط. لكن بص يا كابتن، هي منظومه يعني يؤدي الحكم ما يستحق فنيا وماليا كلمه كل امانه، ايوه الكلام ده ما يزعلش حد. والحاجة الثانية ان انا احط منظومة لحساب الحكم، طبعا الكلام ده ما يزعلش أيوة. حد أيوة. مراقبة الحكم صح. زي ما انا بقيم كلاعب، ولما باخد تكنيكال فاول وبيحصل عليا خطأ فني وبتغرم غرامة مالية والحاجات دي كلها، تعظيم سلامة ما بنقولش على حاجة. فكرة يا كابتن هيثم مش في قانون اللعبة ان انت تتغرم ماليا في الخطأ الفني. بقى يا كابتن ده انا عايز اقول لك ان ما فيش غرامة في العالم كله مالية الا بتحقيق بالظبط كده وبتقرير، يعني انت لازم الاول تقرير فني من حكم المباراة ويتحصل بعديه تحقيق، انما اوتوماتيك اخد تكنيكال فاول تحط عليه غرامه حرام. دي مش يعني دي برضه من ضمن الحاجات الواحد تاخد عقوبتين على حدث حاجه واحده، العقوبه انت خدت خلاص عقوبتك في الملعب، وممكن يكون الصفاره او الخطا دوت ممكن يكون وارد جدا مش عليك، يعني عليك. يعني اعتراضك مبرر فهو ادام اعترضت فلازم يديك تكنيكال. خلينا بس نوضح للساده المشاهدين ان في كره السله لما بيحصل خطا متعمد، لعيب مثلا صفر عليه صفاره واعترض، بياخد خطا فني بيستوجب مثلا رميه او رميتين واستحواذ. عندنا في قوانين هنا في مصر، في قوانين او لائحه الاتحاد بتقول انه لا ده يتغرم فلوس كمان،
يعني اوتوماتيك هو خد تكنيكال فاول بعد الماتش يروح الكارنيه يتسحب يروح يدفع 500 جنيه التكنيكال فاول ماتش ثاني تتصاعد 1000 جنيه وبعد كده 1500 وعلى المدرب بتتصاعد بالظبط على المدرب بتتصاعد لا هو العقوبه تبقى واحده انا باخد انا راينا يعني طبعا ان هو العقوبه تبقى واحده انه انا اخدت عقوبتي في الملعب خلاص ملوش يا اما اخد عقوبه الدوري بيقول كده انا اعترضت فبيديني خطا فني ان انا اعترضت تاني خطا فني بيطردني بره انت بالظبط انما لو في غرامه لا يبقى انا اكون عملت فعل يستحق معاه غرامه ماليه يعني هو لو من حق الاتحادات يعني ساعات الاتحاد الدولي يقول لك من حق الاتحادات الاهليه ان هي صحيح ترى مناسب بس في نفس الوقت طيب انت قيم لي يعني في الاخر تعالى مثلا نشوف هل هو يستحق التكنيكال فاول ده فعلا الاعتراض بالظبط كان مبرر ولا مبرر غير مبرر او اكتر من لازم لكن ابص الاقي مثلا لعيب مثلا او مثلا عمل حدث فتبص تلاقي الحكم حسب حاجه المدرب مثلا تلاقيه هو راجل مؤدب بس قال دي ووك مثلا دي كذا يعني طب ليه كده مثلا كلمه ما فيهاش مبالغه مثلا يعني اعتراض يعني في حدود الايه الحاجه المسموح بيها ابص الاقي مثلا الحكم راح منفعل راح مديله تكنيكال فاول ممكن ده يبقى التكنيكال فاول التالت تدفع 5000 جنيه المفروض مراقب المباراه بعد كده يقول هل ده يستحق الغرامه الماليه ولا ما يستحقش بحيث ان انا طبعا انت قلت المشكله قلت الحل بتاعها تقرير تقرير انت ما تخصمش مني او ما يعني اوتوماتيك كده اوتوماتيك ان انا خدت تكنيكال فاول اروح رايح زي الباشا دافع بعد في بعد بتاع عشان اعمل المباراه اللي بعد كده كارنيه بيتسحب لازم ادفع يعني قصدي اقول ان هو الموضوع مش مستحمل والدنيا يعني او حتى اللاعبين في لعيبه بتاخد مبالغ قليله وفي لعيبه ما بتبقاش مدربين برضه برافو عليك طب اللاعبين المدربين بالظبط المدربين بيوصل ل 1000 جنيه و 2000 جنيه يدفع ال 1000 دي او ال 2000 جنيه بيدفعهم غرامه تكنيكال فاول في الوقت اللي هو خلاص خد يعني خد الخطا جزاؤه القانون الدولي كابتن نبيل اشار لحاجه كويسه ويمكن كابتن عمر برضه مدير فني بيقف وبيشوف بيشوف طب. انت شوف قيم الاعتراض كان في نطاق اللي هو زي ما بيقولوا نطاق اللي هو زي ما بيقولوا ما فيش مبالغه او خروج عن النص عندك مراقب مباراه يقدر يكتب تقريره بالزبط. ويخصم فلوس انما اوتوماتيك احنا بنناشد طبعا انه الموضوع ده يبقى فيه نظره للحقيقه بيبقى موضوع قاسي جدا على مدربين يا كابتن عمر يعني خلينا نرجع لمباراتنا ونرجع نتكلم عليها تاني يمكن اجي لك يا كابتن عمر حته السيدات او مباراه السيدات الناس فاكره ان ممكن يتقال لك لا ده الجزيره زي ما كابتن شريف وضح لنا عنده اصابات النادي الاهلي واقف على رجله موضوع ملوش حسابات خالص في فرق البنات خالص النهارده كابتن هاشم انت بتلعب النادي الاهلي بيلعب فاينل وزي ما كابتن شريف قال السنه اللي فاتت نفس الفاينل ده كان بين الفرقتين السنه اللي فاتت الجزيره فاز فانا ما اعتقدش انا اعتقد يعني ان ساره مسعود لعبت جيم امبارح ساره مسعود لعبت نادي الجزيره رضوى سالم عندهم اصابات لكن هيشاركوا في بس المباراة. مش 100% بس هيشاركوا النادي الاهلي النهارده عشان يعني يبدا الجيم بدري ويخلص الجيم بدري اعتقد ان هو مطلوب منه يا كابتن المطلوب منه النهارده ان هو حاجتين النهارده فرقة الجزيرة من نظرتي يعني المباراة السابقة بطاء النهارده لازم النادي الاهلي يبقى الترانزيشن بتاعه عالي جدا بحيث صحيح. يجيب 6 8 بونت كل كوارتر فاست بريك هتفرق معاه يعني في الانتقال جداً. من الدفاع للهجوم يبقى سريع خلينا نوضح للساده المشاهدين ان من الانتقال من الهجوم للدفاع النادي الاهلي النهارده مطالب انه ينتقل بسرعه عشان يحط للهجوم. الدفاع للهجوم بلس ان هو النهارده نادي الجزيرة عنده حاجتين كويسين بيعملها ساره مسعود مفتاح لعب كويس جدا لازم النهارده مركزها يا كابتن ساره مسعود بتلعب واحد واثنين فانت النهارده لازم ساره مسعود بتاخد الكوره اول زاوية من الحلقه للحلقه لازم النادي الاهلي طبعا كابتن نادر الالفي اكيد عارف الكلام دوت ان هو لازم هيبقى حد هيوقفها اكيد الناحيه الثانيه عنده رضوى سالم لعيبه سنتر كويس بتاع الفرقه بتلعب انسايد تحت الحلقه كويس جدا فبرضه النادي الاهلي محتاج ممكن ان هو نعمل مثلا دبل عليها تحت الحلقه طبعا الكلام ده بتاع الشغل بتاع كابتن ايهاب هيشوف هيعمله ازاي يعني لازم يبقى في حلول دفاعيه لرضوى وساره مسعود لان هم دول اعتقد اثنين مفتاح اللعب بلس نوره ابو العيله اللي هي البونت جارد بتاعتهم نوره مصطفى عندها نسبه شوتنج 3 بوينت عاليه جدا ف نسبه شوتنج عاليه جدا فبرضه النادي الاهلي لازم اعتقد هيوقفها طبعا القوه بتاعت النادي الاهلي النهارده عنده لعيبه كويسه جدا هاله مصطفى ونور علي طلعت وجنى مصطفى نادي الجزيره عدد اللعيبه الارتكاز بتاعته قليل جدا عنده اعتقد رضوى سالم وندى نافع عنده اثنين لعيبه بس واغلبيه الوقت كابتن عمرو توفيق بيلعب فور اوت بيلعب باربعه قصيرين وسنتر واحد يبقى لازم برضه مستحسوا حدين على فكره عشان بقى كابتن نبيل عشان كابتن نبيل كان في اوقات كتيره جدا بيحب يلعب دي اللي انت عندك بتلعب باربعه بره ده ممكن يبقى عندك عيب في الدفاع
هو هيبقى عيب في الدفاع في نادي الجزيره النهارده، فلازم النادي الاهلي يستغل ان هو يلعب انسايد كتير على هاله مصطفى ونور علي طلعت وجانا ومنا يحيى، تمام، بحيث النادي الاهلي لو يطلع اللعيبه دي فاولات او اللعبات دي فاولات، لان هو عنده اعتقد لعيبه او اتنين زي ما قلت لك تحت الحلقه بس. فاحنا لو استغلنا النقطه دي بلس ترانزيشن بتاعنا كويس قوي كل كورتر من جيم من 6 ل 8 بوند، اعتقد هيفرق جدا مع النادي الاهلي، بلس ان احنا نوقف ساره مسعود ورضوى سالم لان هم دول مفاتيح مهمه جدا لنادي الجزيره النهارده. طب خلينا نقول برضو انه يعني يمكن نادي الجزيره انت بتقول ان هو محتاجين يعني يبقى في فاست بريك، نلعب انسايد اكتر، يبقى في عندنا يعني صبر في الهجمه شويه، يمكن ان احنا عندنا بنش، يمكن نادي الجزيره عشان اصاباته ممكن ما يبقاش في بنش زي ما قلت لك في الاول. كابتن هاد بيلعب بال 12 واحده، بيعمل روتيشن كويس جدا على اللعيبه، اعتقد ما فيش اكتر من 6 7 دقائق اللعيبه بتبقى في الملعب. يعني انت عندك في البوينت جارد عندك ساره مغربي، ريم موسى، رنا علاء، ممكن دينا عمرو، ممكن تلعب شوطات عندك دينا عمرو، رونا عبد الظاهر، سهيله، تؤى، هبه، عندك تحت فرح كمان، فرح عشان الدراسه، فرح غايب، فرح جامعه امريكيه، برضه لعيبه بلاي ميكر من اللعيبه الجامدين جدا في الدراسه، منعها ان هي تقدر تنتظم بالظبط. تحت الحلقه عندك هاله، نور علي طلعت منا، بس خليني اقول ان نور علي طلعت بالذات لما بتبقى موفقه في الدفاع في الهجوم يعني بتفرق معانا جدا جدا، بتحط يعني بتهيألي فرق السكور ده. لو نور علي طلعت، لو احنا بصينا للمباريات اللي خلصت في الستينات، ممكن نلاقي نور ما حطتش سكورها الطبيعي. نور تحت الحلقه لما بتحط ال 25 بونت بتوعها، بالاضافه لهاله، بالاضافه لسهيله في 3 بونت، بالاضافه لعمرو او دينا عمرو في 3 بونت كمان، برافو عليك، كل ده لما بيمشي طبيعي بنجيب سكور بتاعنا. بس انا ليه بقول نور علي طلعت؟ لان نور خمسايه كويسه، ولكن يعني ممكن مع مباراه او ثانيه بيبقى عليها ضغوط، عليها حمل، فممكن ما تكونش متوفقه. فنور لو توفقت النهارده بتهيألي الموضوع هيختلف. اعتقد نور تحت الحلقه هي وهاله ودينا عمرو وريم موسى بالظبط، ان هم دول يعني مفاتيح لعب النادي الاهلي. صحيح صحيح. طب كابتن شريف، المطلوب من نادي الجزيره ايه النهارده ويقدر يحققه ازاي في ظل غيابات والاصابات اللي عنده؟ هو في بس عايز اشير لحاجه لحضرتك، ان في غياب برضو نديم مرعي. نديم مرعي دي لعيبه ارتكاز اربعايه خفيفه، بس ملهاش دعوه بكابتن مرعي. لا لا ملهاش دعوه بكابتن احمد مرعي. لا 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 بس خد بالك، لا 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 ما هو اصله عنده علي وعنده علي وعاصم. علي وعاصم انا لقيت حاجه. نديم مرعي دي بنت نشاط الجزيره. اسم مرعي ده في كره السله خلاص اتظبط باسم كابتن مرعي. كابتن احمد مرعي. طب كابتن احمد مرعي هو حتى ما بتقولوش كابتن احمد، بيقولوها كابتن مرعي. كابتن مرعي تقول لا. نديم مرعي هي مسافره، عندها ظروف لسفر مع مع العائله يعني، فدي بنت مهمه جدا. غيابها مؤثر ان هي خفيفه، اربعايه خفيفه، بتلم ريباوند، فدي غيابها. لسه كابتن عمر وكابتن نبيل بيقولوا ان الجزيره عنده غيابات تحت الحلقه. تحت الحلقه. فهي هنا انا من وجهه نظري المتواضعه يعني، بالنسبه لو كابتن عمرو النهارده هيميل للزون اكتر. برافو. هيميل للزون اكتر ليه؟ عشان ما يقدرش يجاري النادي الاهلي في الاطوال، هيلعب زون، ممكن يميل للزون كمان 3 2 مش 2 3 دفاع المنطقه ده، ممكن يحط فيه رنا همام. في رنا همام برده لعيبه هايله وبتجري، نور طبعا وشويطه، وفي ساره مسعود طبعا، بجانب ندى نافع، بجانب رضوى سالم، فممكن يقدر يضيق المساحات. بالنسبه كلامك صح، وبتوقع ده ليه؟ انا اقول لك بقى بنظرة. طبعا انت لعيب طبعا. هم كانوا بيلعبوا على صاله الشهداء. ايوه ده حلق، والصاله الكبيره اللي بنلعب عليها صاله امير عبد الله الفيصل حلق تاني. فانا والنهارده يمكن اول مره يلعبوا عليه بالمباراه دي، فبيتهيألي التصويب مش هيبقى كويس. لسه بتتغير، لسه بتتغير. صح ولا انا غلطان؟ اكيد طبعا، اكيد طبعا. هو لازم فكر المدرب على حسب الاصابات اللي عنده، على حسب الفرقه، بيقدر يدور الفرقه على كمان سرعات النادي الاهلي والناحيه البدنيه واللاعبين وحتى الروتيشن اللي بيعمله. لكن العب لو كابتن عمرو مال للمان في الاول، ممكن بس هيجهد ويجي اخر مباراه مش هيقدر، ممكن مش هيطول في المان كتير يعني، ممكن هجمه او هجمتين. لا وارد يغير. وممكن يغير. انا متهيألي لو كابتن عمرو توفيق لعب زون ديفنس على الحلق ده وتغيير الحلقه ده، على الاقل اللي احنا بنقوله برضو ان كابتن عمرو توفيق برضو عارف ان مباراه جزيره واهلي دي مباراه طبعًا. بطوله طبعًا. بغض النظر ان الاهلي فارق والنهارده مكسبه، احنا جيران طبعا بينا علاقات جميله احنا الاثنين، بس دي مباراه جزيره اهلي او اهلي جزيره، دي مباراه خارج الحسابات. احنا دايما بنقول نادي الاهلي بالجزيره. طب ليه ما تقولوش نادي الجزيره بالاهلي؟ اشمعنى يعني؟ احنا بنقول الجزيره بالزمالك، مش عارف ليه. انا مش عارف يعني. لا بعد كده بقى زعلان. عايز اقول لحضرتك حاجه، يعني ما بين الاهلي والجزيره او الجزيره وقال لي توامه غير عاديه، احنا سنه 93 الدكتور علي الصبري لعب بطوله افريقيه في صاله النادي الاهلي. صحيح.
فاكر الايام دي يا كابتن؟ طبعا لعبتها دي كانت اول بطوله افريقيه تخش نادي نادي الجزيره في ملعب النادي الاهلي، وجمهور النادي الاهلي كان بيشجع نادي الجزيره. فدي في توأمة جميله يعني. وخلينا نقول برضو يعني في فرق كده قريبه، هتلاقي هليوبلس كمان نفس الكلام بالظبط، توأمة بينا احنا الثلاثه. سبورتنج سبورتنج برافو عليك، هتلاقي الصيد البنات برافو عليك، هتلاقي نادي الشمس كمان في يعني توأمة، وتلاقي دايما قريبين من بعض. بس هو الاولاد بقى طبعا نادي الاتحاد، انت حضرتك كابتن نبيل لعب في صاله في الاستاد النادي، صاله الاستاد دي في نادي الاتحاد اسكندريه دي حاجه ثانيه، دي حاجه ثانيه. فاكر الشبوره اللي كانت بتعمل الشبوره؟ والله تاريخ وحاجه ثانيه. كره الخش ده طبعا لقطات من الاحماء خلاص، يعني بتهيألي ان شاء الله 10 دقايق وربع ساعه. النهارده الجزيره بتهيألي هيميل للزون المنطقه ديفنس، يعني وجهه نظر المتواضعه ودي بتاكد وجهه نظر كابتن عمر انه الحقيقه سرعات النادي الاهلي. وبرضه ده هيعتمد على النادي الاهلي، لان النادي الاهلي عنده مصابين جيدين جدا جدا. يعني دينا عمرو وسهيله ورنا علاء وحتى ساره المغربي وعبد الظاهر وحتى في الميديم، ودلوقتي برضه في الثري بوينت نسبتها عاليه ريم موسى. فهو هيبتدي فعلا زي ما بيقول كده، ممكن يبتدي زون، لكن بالزبط. حسب حاله الاهلي، لو الاهلي التصوبات الخارجيه مش في توفيق فيها توفيق هيضطر نشوف السكور بتاعنا العادي الاجتماعي. وخلي بالك برضو يا كابتن، احنا عندنا يعني اثنين من احسن لاعبات في مركز واحد، ساره مغربي وريم موسى، الاثنين بينقلوا الملعب بسرعه وفي بالكنترول كبير، والتيرن اوفر بتاعتهم قليله ومتنوعين. يعني جايز ريم موسى بالزبط بتعمل سبيد دريبل او محاوره سريعه، وساره المغربي بتطلع كور طويله، فالتنوع عندك ده برضو كويس. صحيح. وكنت برضو عايز اقول حاجه في حكايه الاهلي لما بيضغط، يعني هو فرقه الجزيره لما الاهلي بيضغط كانت السنين اللي فاتت بتعتمد على حاجه برضو، ان رضوى تجي لها الكوره وهي اللي تطلع الفرقه وهم يجروا فاست مش مشكله مش ما فيش مشاكل. فانا برضو مهم قوي ان النادي الاهلي لازم رضوى لو هي في نص الملعب يضغط عليها، ما يسمحلهاش اللي ماسكها ان هي تستلم وتنقل الملعب، لان دي بتسهل، ان الاهلي عنده قوه وتنوع في الدفاع الضاغط. صحيح. فلو لو هما سابوا رضوى بتنقل الملعب، وده بيتعب جدا النادي الاهلي في الدفاعات الضاغط. صحيح. خلينا كابتن، انا جالي دلوقتي تشكيل النادي الاهلي او يعني القايمه اللي اختارها الكابتن ايهاب لخوض المباراه. عندنا ريم موسى طبعا صانع العاب، عندنا نور علي طلعت، طوقه جمال، ساره مدحت، سهيله هشام، دينا عمرو، رنا علاء الدين، رنا محمود، هاله مصطفى، هبه عبد الرحمن، منه يحيى، جنه مصطفى. تاني هراجع مع حضراتكم اسامي او تشكيل فريق النادي الاهلي. يمكن القايمه 16 لعيب او اكتر بالناشئين، يمكن الناشئات يوصل 18 لعيبه. كابتن ايهاب تم الاختيار 12 لاعبه لخوض المباراه. طبعا ريم موسى، نور علي، ريم موسى رقم 1، نور علي رقم 5، تؤى جمال رقم 6، ساره مدحت رقم 7، سهيله هشام رقم 8، دينا عمرو رقم 10، رنا علاء الدين رقم 11، رنا محمود رقم 12، هلا مصطفى 14، هبه عبد الرحمن رقم 30، منى يحيى رقم 41، جنه مصطفى رقم 74. يمكن ده نور علي طلعت خارج التشكيل. نور علي طلعت، بس لا هو نور علي طلعت، لا متهيألي نور علي، بس نور علي في مش هو الثاني اسم، نور علي رقم 5. نور علي رقم 5، لا موجوده نور علي. نور علي رقم 5. زينب الزيني هي اللي بره. زينب الزيني هي اللي بره. ويمكن يعني هم دول ال 12 لعيبه ان شاء الله اللي هياخد بيهم الكابتن ايهاب. واكيد كمان شويه هيجي لنا تشكيل نادي الجزيره برضو هنستعرضه مع حضراتكم. بيتهيألي يا كابتن نبيل يعني ما فيش تغيير كتير في الاسامي المطروحه، يمكن حد دفع بيه النهارده غير قبل كده ولا لا؟ لا هو ده اللي كان متوقع، يعني لان حتى انا كنت بقول لك ان تؤى وهبه الدوره دي عاملين دوره كويسه جدا. جايز التشكيل كان في الاول او الاسماء جاي من غيرهم، بس كان التوقع ان هم يدخلوا في التشكيل، لان هم فعلا هم بيلعبوا الفتره اللي فاتت، هم لاعبين البطوله دي بشكل مميز يعني. صحيح. وخلينا نقول برضو انه المباراه النهارده هيكون فيها ضغوط شويه، انه مباراه نهائيه، ولو لا قدر الله حصل حاجه هيبقى في ترتيب للدوره تاني، ممكن يبقى في مباراه تانية نادي الشمس. الشمس فرقه كويسه. يمكن احنا كنا في اول الموسم بصدد ان احنا يعني نستقدم لعيبه من نادي الشمس، ولكن ما حصلش نصيب. يمكن مرال اشرف لعيبه كبيره ولعيبه منتخب مصر، ولكن ما حصلش نصيب انها تنضم للنادي الاهلي. يمكن لو حصل مباراه فيصل مع الاجهاد ده ما تضمنش بكره ممكن يحصل ايه. اكيد مباراه مهمه جدا. طب عمر اجي لك برضو، يعني في دي لقطات حيه طبعا من عمليه الاحماء. النادي الاهلي طبعا ابتدى التسخين،
بيتهيألي 10 دقائق تقريبا يعني ننتقل للمباراه. بس كابتن عمر خلينا نتكلم على يعني اكتر يعني البطوله ككل كنظره كامله للبطوله. خلينا نقول ان النادي الاهلي ابتدى يعني خد المباراه كلها الاربعه فوز، يمكن كان فيه اهتزاز شويه في المستوى ساعات فوق ساعات تحت، وده طبيعي، بس كان بينهي المباراه اللي صالحه. خلينا نقول في عناصر خبره في الفرقه، في عناصر زي ما بيقولوا بلغه الباسكت قلبها ميت، تيجي انت في اخر كام ثانيه تديهم الكوره يخلصوا. شايف دول عندنا مين من اللاعبات عندنا؟ هو طبعا النادي الاهلي يعني بيتميز فعلا زي ما حضرتك قلت، عنده مثلا دينا عمرو، هلا مصطفى، ريم موسى، دول زائد ممكن تخش معاهم نور علي طلب رغم صغر سنها، ان دول يعني سهيل هشام عندهم ثبات انفعالي. دول يعني اللعيبه الاربعه الخبره اللي النادي الاهلي بيبقى موجود معاهم، بلس اللي احنا عندنا لعيبه صغيره كويسه. تمام. يعني عندنا تؤى وهيبه عبد الرحمن وجنى مصطفى ونادين ابو الفتوح، الاربع لعيبه دول بقى لهم سنتين بس في الدرجه الاولى، بلس ان تؤى وهيبه لسه اول سنه في الدرجه الاولى وماشيين كويس، ورانا علاء نفس الكلام، بلس الناس اللي متصعده من ال 18 سنه ايناس وريم اشرف وبتول. فالنادي الاهلي عنده توافر في الاجيال، يعني زي ما يكون عندنا ثلاث اجيال اللي هو دينا عمرو وهاله وسهيله وريم موسى، دول عناصر الخبره، عناصر الوسط اللي هو مثلا زي سهيله وساره مغربي وفرح وجنه، الناس الصغيرين اللي هم طالعين من ال 18 سنه. فالنادي الاهلي عنده ثلاث اجيال. طيب خلينا استعرض بحضرتك حكام النهارده الملعب والترابيزه والمراقب للمباراه. عندنا ايه خالد حكم ملعب، منى علي حكم ملعب، محمد الدمياطي حكم ملعب. الحقيقه يعني كلمه حق الثلاثه يعني من الحكام الصاعدين، وبالتالي وجود عنصر نسائي برضو كان اختيار موفق من لجنه الحكام طبعا في منطقه القاهره اللي هو هشام حسن. مراقب المباراه اللي هو هشام حسن، خلينا نقول مسجل ريم اسماعيل، حكام ترابيزه عماد الدين، احمد فهمي، وائل صبحي. ده تشكيل الحكام الحقيقه في مباراه زي دي. خلينا نقول انه وجود ايه خالد ومنى علي في ارض الملعب كحكمات فرصه كويسه جدا للاحتكاك، لان الحقيقه احنا معروف ان عندنا دايما حكمات كويسين حتى في بنخوض بيهم او بيمثلوا مصر في بطولات كتير افريقيه او عربيه. نتمنى ان شاء الله النهارده نشوف يعني تفوق نسائي طبعا كابتن محمد الدمياطي راجل حكم كويس، حكم كويس جدا، حكم هايل، ربنا معاه ما بين برضو ما بين حكمتين برضو. لا بس لا ايه ومنى ما شاء الله عليهم، لا حكمين يعني برضو اكيد هنقيمهم، هيعملوا ماتش هايل. خلينا نتكلم ان يعني استوديو ملوك الصالات او يعني سياسه الاستوديو، احنا عمرنا ما بنتكلم عن التحكيم عن تحكيم او تقطيع، احنا بنتكلم على تقييم فقط، لان احنا دورنا ان احنا ننقل الصوره للمشاهدين صح، دورنا ان احنا نقول اللي في الملعب واللي في ارض الملعب بمنتهى الحياديه بمنتهى الوضوح، عشان حتى نبقى اضافه. احنا مش معقول يعني نقعد زي ما بيقولوا نقول كل الدنيا ورديه والدنيا جميله، لا، الحكم بيشوف نفسه عشان يتعلم، واحنا بنقول اللعيبه بنقول لا، في هنا في نطاق الحدود الادب والاخلاق اللي تربينا عليها او اللي احنا شفناها وتعلمناها جوه النادي الاهلي. خلينا اروح لكابتن عمر، يمكن كنا بنتكلم قبل استعراض الحكام على ان النادي الاهلي عنده ثلاث اجيال، الثلاث اجيال دول دفعه كبيره جدا للنادي الاهلي. هل الكلام ده متواجد في نادي الجزيره ولا لا؟ ما اعتقدش ان هو متواجد قوي في نادي الجزيره، لان نادي الجزيره يعني عنده عدد لعيبه قليل، يعني مش زي مثلا فرقه الاهلي انت عندك 12 في اربعه بره السكور، وفي اثنين بتصعدوا من تحت 18 سنه حوالي 18 لعيب. نادي الجزيره السنين اللي يعني السنه دي ممكن تكون موجوده شويه، يعني هم حتى السنه اللي فاتت خدوا اثنين لعيبه من النادي الاهلي، ايمان خالد وكريمان صلاح. السنه دي ممكن موجود، السنين اللي فاتت يعني انا كنت بشوف نادي الجزيره بست سبع لعيبه او ثمان لعيبه، يعني الجيم بتاع السنه اللي فاتت كان نادي الجزيره سبع ثمان لعيبه بس. يعني ساعات كان بيوصل ماتشات مش مكمل 12 واحده، فهي دي بتميز النادي الاهلي، النقطه دي بتميز النادي الاهلي شويه عن نادي الجزيره وعن كمان باقي الفرق. صحيح. يعني اعتقد كمان هليوبلس والصيد والشمس الاوبشن، يعني هو النادي يعني الحمد لله احنا النادي الوحيد اللي عندنا 17 18 بنت ممكن تختار منهم اي 12. صحيح. يلعبوا الجيم. ويمكن كابتن نبيل برضه قطاع الناشئات زي ما قلت وبعيد وبكرر انه كان ليه يعني بصمه كبيره في اللي احنا شايفينه، ده اللي كابتن عمر بيقوله واللي كابتن شريف الجندي قاله، انه عندنا وفره في اللاعبين، عندنا بنش كويس، مجموعه من الصغيرين. يمكن قطاع الناشئات بيكمل مشوار ابتدى اللي قبلك، بس خلينا نقول عندك مين يا كابتن شايفه دلوقتي يقدر ينضم للدرجه الاولى، شايفه طالع من تحت؟ احنا يعني الفرق عندنا كلها تقريبا قويه، يعني احنا في المنافسه سواء على الجمهوريه او على القاهره
جميع المراحل السنية بتلاقينا يعني لازم ننافس على المركز الأول. بالنسبة ل 18 سنة لا، في فرقة مميزة جدا، وإن كان ناس منها مشيت وده برضو قلل، يعني كان في حبيبة حاتم من لعيبة كويسين جدا وخمسة أساسي إفريقيا، وجالها منحة ان هي تدرس برا زي هالة شعرة، فراحت عشان تدرس. لكن هو يعني كان الألفي او كابتن الألفي يعني طبعا الألقاب كلنا أسرة واحدة، كان مهتم بيهم. يعني هو كان واخد دريم علي طلعت، وكان واخد هنا نبيل، وكان واخد حبيبة. بس الدراسة بالنسبة للبنات عشان ثانية ثانوي ثانوية عامة، في ناس قدرت توفق ان هي تتمرن مع الدرجه الاولى وتمرن، لكن هو القوه كلها ان هو كمان خدهم ولعبهم مباريات. طبعا انا لما اجيب لعيب مضحي بوقته ومجهوده ولازم اديله يعني مكسب، جينك الجيم بتاعك هتلعب معايا. يعني انا ممكن اخدهم امرنهم، بيتمرنوا مع الفرقه بتاع الدرجه الاولى عشان يستفيدوا، لكن ان انا كمان احطهم في مباريات ومباريات قويه، ده يتحسب صراحه للجهاز الفني. كابتن هابي عنده جرأة في الحته دي. فاحنا عندنا في الاعمار السنيه يعني سواء 18، بكره عندنا نهائي القاهره ماتش قوي جدا مع الزهور، وللاسف طبعا معمول في نادي الزهور وهو نادي منافس. احنا برضو انا عايز اتكلم في الحته دي، معلش يا كابتن، بقى الحته دي انا عايز اقف عليها شويه. دلوقتي ماتش 14 سنه، المدير الفني كابتن خالد عياد، حلو الكلام. المباراه تم ابلاغكم، المباراة او النهائي ما بين الاهلي والزهور، وتم ابلاغكم من قبل البطولة كمان ما تبتدي ان المباراة دي هتكون على ارض فيصل. تم ابلاغكم امبارح او اول امبارح على ما اتذكر انه المباراة هتتلعب في ملعب الخصم، وان هو ده وده الوضع من منطقة القاهرة. طب ليه؟ ايه سبب تغيير؟ وبص، هو برضو انا يعني مش عايز صراحة اقصو على منطقة القاهرة، وان كان ده هو اللي حصل، لكن احنا في الاول طلبنا ان احنا ناخدها على ارض. جميل. فهم جم قالوا لا احنا هنعملها في الزهور. قلنا لهم طيب السنه اللي فاتت نفس الجيل ده 13 سنه اتعمل على الزهور، تمام، طب نعملها في ارض محايده. ماشي، مش عايزينها عندنا، نخليها في ارض محايده. كمان دكتور هشام من نادي وادي دجله نفس الظروف، لان هو برده من الفرق قداوة، والجزيره برده ما كانش موافق. فبالتالي احنا كلمناه، فهو يعني كلمنا المنطقه، قال لك طب خلاص، يعني لو الاهلي وصل هو مثلا والفرق بتاع الزهور النهائي، ممكن ننقل المباراه دي في ملعب محايد. تمام. فبيني وبينك احنا بعتنا جواب بالكلام ده، كلام مشكله ان هو كان شفوي معايا انا شخصيا. كان شفوي. تمام. فبعتنا جواب منطقه القاهره، معلش كذا كذا كذا. وارض محايده. على ارض محايده. هو بيني وبينك المنطقه كمان في ضغوط، يعني هو اجي قال لك طيب انا عملت في الاهلي كذا، وعملت في الشمس كذا، الظهور مثلا اعمل فيه كذا. بس هو انا مش على حاجه، يعني هو من الاول لو كان قال لنا لا والله لازم تتعمل على الظهور خلاص، وانا كده هو خلاص، كنا من الاول متفقين شفويا ان هي هتكون في ملعب محايد. طبعا كابتن فتحي نحترمه جدا، وكابتن ليا، ويعني وبصراحه انا يعني بحبه بغض النظر عن اي حاجه. بنحب كابتن فتحي يعني ما بنتكلمش على اسامي خالص، طبعا كل التقدير والاحترام لكل مسؤول. يعني المشكله انا خلاص، يعني لما جه قال لي لا خلاص وهنلعب على الظهور وبتاع كده، ما فيش مشكله خلاص. انا يعني هو اخي كبير لينا وما فيش مشكله بس خلص. برضو يعني لا، هو ده الظهور النهارده باع الجواب للنادي الاهلي ان بعتوا لنا اسماء اولياء الامور اللي عايزين تدخلوهم البوابه. انا البطوله عاملها منطقه القاهره، ازاي هو يخاطبني انا؟ يعني يخاطب المنطقه، طيب المنطقه تخاطبني. طيب انا دلوقتي مثلا انت عايزنا ندخل كام؟ 20. دخل من عندك بقى 20. ما بالظبط عشان تبقى ده مباراه. لكن انت جاي تخاطب النادي الاهلي ان لا، ابعتوا لنا اسماء اولياء الامور اللي هتدخل النهارده، حدث غير طبيعي. وانا يعني وهم باعتين الجواب وبتفرج عليه مش مصدق. فحتى قلت لهم يا جماعه انتوا المفروض ده تكلموا بقى المنطقه، يعني هو لو عايز كده اهو خلاص، يبقى انت كمان مش هتدخل الناس بتوعك. يعني احنا طبعا بنناشد المسؤولين في بطوله في منطقه القاهره، وبنناشد طبعا المسؤولين في نادي الزهور. طبعا اكيد الكلام ده يعني لازم يبقى فيه يعني مراجعه، لانه ما ينفعش انا ضيفك، حتى ده انا من باب الضيافه انا ضيفك جاي لك، هيعمل لي مشكله، هتحط لي ناس هتيجي تدخل مش هتدخلها. يعني انت بتقول لي هات لي اسامي اولياء الامور اللي هيجوا، ماشي ما فيش مشكله، ولكن ان انا اول مره يحصل كده، حتى لو هتحط الموضوع العكس والنادي الاهلي هو اللي بيستضيف المباراه، عمره ما هيبعت جواب زي ده ويقول يعني حدد لي بالاسامي مين اللي هيجي. احنا بقى لنا خمس ايام البطوله عندنا، والنهارده فاينل، استحاله نفكر في حاجه زي كده واستحاله نعملها. مش هتلحق. يعني نادي الجزيره هيجي عشان يدخلوا اولياء امور، هنقول لهم لا مش هينفع، ولو في ولي امر مش في الليسته خمسه سته بس،
مش لو جه لولي امر مش موجود في الليسته وانسان نحطه مش هيخش اكيد يعني المباراه بصراحه علامه استفهام صراحه. خلينا يعني اكيد انا بتوقع ان شاء الله يعني نادي زور يعني كلهم زمايلنا ومحترمين جدا محترمه جدا اكيد طبعا. اكيد ممكن يكون في لبس او الموضوع مش واضح او عندهم تخوفات من حاجه معينه. خلينا نتكلم ونوصل لحل ويبقى المباراه تمشي بشكل يعني جميل ان شاء الله. يعني كابتن شريف ارجع لحضرتك برضو خلينا نرجع لمباراتنا والحدث الاهم الجزيره والاهلي في المباراه الختاميه مش عايز اقول المباراه النهائيه لان هي دوره مجمعه او دوره من دور من واحد. طيب هو ليه يعني نادي الجزيره دايما عنده سياسه ولاد النادي انت بتضحك طبعا خلينا نقول ان طبعا اي سياسه بتحترم فكرت الاعلان ابن النادي والحاجات دي بالظبط. انا قصدي اقول ان هو سياسه بتحترم اكيد طبعا طبعا اكيد طبعا اي نادي من حقه يحط سياساته ولكن خلينا اقول ان انتوا عشان تاخدوا بطوله سواء في الولاد او البنات بالسياسه دي بيبقى الموضوع شق ومتعب شق ومتعب اكيد. هو في الولاد على فكره في كلهم تحس ان هم من ابناء النادي يعني مش عايز اروح للولاد. خلينا النهارده في الناشئات في الناشئات النهارده في عندنا فريق 18 كويسه جدا بس يعني في معوقات هو طلع منها لعيبه واحده بس هي مارادونا دي عليا خالد هي مارادونا دي هي الوحيده اللي طلع بس ممكن يستعان بكذا لعيبه من 18 سنه بس كان في ظروف تحيط ب 18 سنه وكان فيش يعني تهتم يعني تمنع من تدريبهم حتى كان حتى يعني لسه ما كان قعدوا فتره ما بيتمرنوش وكان في لجنه الباسكت قعدت مع المدربين. خلينا انت عندكم لجنه دلوقتي محترمه جدا كابتن عمر شلباية عمرو عثمان ايمان ياسر السنهوري طبعا وكابتن احمد عوض ممثل في اللجنه الرياضيه الاولمبيه بس دي اتعملت اخيرا من اسبوع فقط بس اللي هو خدوا بيها الموافقه فبداوا يشتغلوا طبعا فكان ممكن كابتن عمرو يستعين بالناشئات بتاعه 18 سنه بس للاسف ما كانوش بيتمرنوا الفتره اللي فاتت. طيب كابتن خلينا خلاص يعني لحظات بيبلغوني المفروض نطلع لارض الملعب بشكركم ضيوفي خلينا نروح نتفرج على المباراه ونلتقي بعد المباراه في استوديو التحليل بتاعنا طبعا هننتقل لارض الملعب فاصل وننتقل ونعود منه على ارض الملعب مع معلقنا الكابتن احمد علي فإلى هناك. شكرا معلقنا الكابتن احمد علي. اذا انتهت المباراه الختاميه بين النادي الاهلي ونادي الجزيره كره السله سيدات في بطوله المنطقه لموسم 2017-2018 بفوز النادي الاهلي 86-73. الف مليون مبروك النادي الاهلي تاني بطوله لفريق كره السله سيدات هذا الموسم في اقل من شهر. الف مليون مبروك هارد لك نادي الجزيره عمل مباراه كبيره نادي الجزيره على قد الامكانيات والاصابات الكتيره اللي بيمر بيها نادي الجزيره ولكن كل التحايا والتقدير لمدربهم كابتن عمرو توفيق والفريق قدم مباراه كبيره هارد لك نادي الجزيره. الف مليون مبروك الحقيقه بطولتين في اقل من شهر. البنات كانوا معانا في الاستوديو كانوا معانا في ملوك الصالات وعدونا ويعني حتى الان لم يخلفوا معانا الوعد ان شاء الله كل بطوله بيدخلوها بيلعبوا عليها. بطوله المنطقه هي البطوله الاكبر يمكن بس يعني سبورتنج وسموحه بيغيبوا عن يعني عن البطوله ولكن هي تعتبر زيها زي الدوري لقوة الفرق المشاركة. خلينا نروح الملعب معنا زميل كريم أحمد في لقاء مع كابتن هابي الألفي المدير الفني فإلى هناك الهدف يعني فربنا يكرم إن شاء الله. وأول بطولة المرتبط خلصت كمان كانت مباراة صعبة مع نادي لوبلس لود كبير على اللاعبين لكن النهاردة اللعيبة يمكن بتأدي من أول دقيقة وفرقين سكور كبير. قولي النهاردة اتكلمت إزاي مع اللعيبة ورؤيتك وتقييمك إيه للمباراة؟ أنا الحمد لله على المكسب وألف مبروك لينا وللبنات والمجلس الاداره وجمهور النادي الاهلي. البطوله كانت غايبه بقالها كتير يا كريم. عايز بس اقول للناس ان احنا البطوله دي مش بطوله السنه اللي فاتت بطوله السنه قبل اللي فاتت اتكملت السنه اللي فاتت. خسرنا البطوله دي من نادي الجزيره بونت على ارضنا. البطوله بقالها كتير غايبه كنت حريص ان احنا نرجع البطوله دي للنادي الاهلي تاني.
وندي يعني زي ما احنا متفقين دي البطوله الثانيه عندنا في الموسم. الحمد لله توفقنا، كنا متحضرين كويس للجيم، لعبنا الجزيره في الدوري في الدوري كتير، لعبناه في دوري المرتبط مرتين، فالحمد لله احنا كنا محضرين لهم كويس ومتفرجين على الفيديو كويس، مقطعين لهم شغلهم. البنات كانوا مركزين في الاول، كان في هزه شويه في الاول، لكن يعني بسرعه تداركنا الموقف، بدانا نضغط عليهم من اول الملعب، لعبنا فول كورت بريس من اول الملعب، وبعد كده رجعنا هاف كورت بريس. الحمد لله توفقنا، وكمان جرينا عليهم في الفاست بريك، فده اللي عمل السكور. مش عايز اقول البنات اتدلعوا، ده كالعاده يعني، الجيم كان فتح 20 بونت، بعد كده رجع تاني، عملنا الحمد لله روتيشن على البنات كلها، ومشي الجيم الحمد لله زي ما احنا كنا مرسمين الحمد لله رب العالمين. يقولوا الكابتن ايهاب لكل اللاعبات بعد الاداء المميز ده والفتره اللي جايه للاستمرار على الاداء، ومطلوب منهم الكتير لسه، خلاص ده دخل يعني. الكابتن خطيب كان بيقول كلام مميز جدا، قال البطولات دخلت في تاريخنا ولسه الفتره اللي جايه هي البطوله. هاخد الكلمه الشهيره بتاع كابتن الخطيب والمسج اللي وصلها لنا في يوم التكريم، النهارده سيبهم يفرحوا، بس البطوله خلصت خلاص، احنا اتسجلت في التاريخ من دلوقتي حالا، خلاص التاريخ كتب ان النادي الاهلي هو بطل منطقه القاهره. بكره راحه، من بعد بكره احنا بنتحضر خلاص لدوري السوبر، وده الهدف يعني. فربنا يكرم ان شاء الله، واول بطوله المرتبط خلصت، المنطقه خلصت، من بكره خلاص احنا نسينا بطوله المنطقه ان شاء الله، وهنركز في الدوري باذن الله. ربنا يخليك، شكرا، ربنا يخليك يا حبيبي. كل الشكر والتقدير للكابتن ايهاب الالفي المدير الفني لفريق النادي الاهلي. طبعا زي ما بنقول مباراه مهمه وفوز مهم، ومنطقه القاهره او بطوله منطقه القاهره في دولاب ببطولات النادي الاهلي. مستمرين معاك كابتن هيثم السعيد، كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، ولقاءات خاصه عقب فوز النادي الاهلي على فريق الجزيره. كلام يعني مهم من كابتن ايهاب الالفي، شاف المباراه ازاي، هو كان مخطط المباراه. الحقيقه نادي الجزيره عمل مباراه كبيره الحقيقه والله، يعني بقدر الامكانيات اللي كانت موجوده والمتاحه والاصابات اللي عنده، لكن كابتن عمرو توفيق استطاع ان هو يستغل هذه الامكانيات، وفي فتره من الفترات قدر بشكل كبير طبعا يحرج النادي الاهلي. ارجع لضيوف في الاستوديو اللي منورين، في ضيوف الاستوديو التحليل كابتن شريف الجندي نجم نادي الجزيره السابق ونجم منتخب مصر، وطبعا ممثل نادي الجزيره في الاستوديو التحليل. اهلا بيك يا كابتن. اهلا وسهلا بحضرتك يا كابتن هيثم، ومباراه كانت حلوه يعني. المباراه جميله، ومبروك للنادي الاهلي تفوقه في البطوله، هارد لك لنادي الجزيره. في نقطه اشار ليها كابتن عمر قبل ما نطلع للمباراه، ان نادي الجزيره كان البنش بتاعه كان باللعيبه كلهم 7 أو 8 لعيبه. دي مراسم على فكره يا كابتن هيثم، النقطه دي مراسم تسليم الجوائز، تسليم الجوائز النادي اليوم لسه. يمكن في كؤوس للاعبات، نعرف اللاعبات دي كانت ايه، بس خلينا استكمل طبعا ترحيب بضيوف الكابتن طبعا نبيل بخيت نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق والمدير الفني لفريق الرجال ومدير فني السيدات ورئيس قطاع الناشئات حاليا. اهلا بك يا كابتن نور. اهلا بك، الف مبروك طبعا للنادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي. بطوله كانت غايبه بقى لها فتره، الحمد لله النهارده البطوله يعني الاهلي كان متفوق من اول كوارتر، الاول كوارتر تقريبا كان فرق فوق برضه ال 10 بونت، 24-16 يعني 8 بونت تقريبا. كملوا في الكوارتر الثاني، كان في بعض التراخي في بعض الاوقات، بس ما نبرخص النادي الجزيره برضه حقه، ان عامل مباراه كبيره، السكور طالع فوق ال 80 بونت هنا وال 70 بونت. خليني معلش يا كابتن اقطع حضرتك، يعني مراسم تسليم الجوائز موجود في الملعب الحقيقه، استاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي، وموجود كمان الاستاذ محمد الجرحي عضو مجلس اداره النادي الاهلي، والاستاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي، وكابتن رؤوف عبد القادر مدير نشاط الرياضي. الحقيقه وجود ثلاث اعضاء مجلس اداره في النادي الاهلي ده اللي يدل على اهتمام مجلس الاداره بالالعاب الاخرى والعاب الصالات، خاصه انه يعني فريق كره السله السيدات بطوله غايبه بقى لها فتره، وده يعني بطوله كانت مهمه زي ما قال كابتن ايهاب الالفي وزي ما قال كابتن نبيل بخيت يعني ضيف في الاستوديو، قال ان البطوله كان مهم ترجع. فالحقيقه حرص مجلس اداره النادي الاهلي على التواجد بشكل مكثف جوه صاله الامير عبد الله الفيصل، ده يدل ان المجلس متابع بشكل جيد نشاط الالعاب الاخرى، بل بالعكس داعم، هو ده النادي الاهلي، وهو ده الحقيقه المنتظر من مجلس اداره النادي الاهلي على مدار التاريخ. خلينا اقول كمان كابتن رؤوف عبد القادر مدير نشاط الرياضي اللي تولى المسؤوليه منذ اقل من شهر، الحقيقه دخل على الجد على طول بطولات كتيره، يمكن اهمها الخمس بطولات اللي جايين، بطولات افريقيا زي ما شايفين حضراتكم، طبعا الكابتن فتحي شحاته رئيس منطقه القاهره، المستشار تامر عبد الله نائب رئيس، عندك كمان طبعا اعضاء مجلس اداره الاستاذ محمد الجارح، الاستاذ طارق قنديل، الاستاذ محمد الضماطي،
كمان شايفين كابتن رؤوف عبد القادر الحقيقه طبعا يعني تنظيم جيد داخل النادي الاهلي. بطوله كان شكلها جميل، بطوله غايبه، الف الف مليون مبروك. وعدتونا ان انتم مش هتسيبوا بطوله لما تاخدوها الحقيقه، ودي تاني بطوله ان شاء الله، لسه عندنا بطولتين. يمكن كابتن هاني الالفي كمان قال ان البطوله اصبحت ماضي خلاص بعد ما كمان والاستاذ محمد سراج الدين موجود الحقيقه كمان بلغوني داخل النادي، يعني اربع اعضاء مجلس اداره يعني داخل صاله النادي الاهلي، ده يدل على اهتمام الفائق بالالعاب الاخرى في بطوله زي بطوله القاهره، والدعم اكيد مستمر من مجلس اداره النادي الاهلي للالعاب الاخرى. الحقيقه الواحد بيبقى سعيد في الاستوديو لما بيشوف الدعم ده، لان في الاخر ده بيترجم لبطولاته، بيترجم لانتصارات تسعد جمهور النادي الاهلي وطبعا محبين النادي الاهلي. خليني برضو ارحب بضيف الثالث اللي منورني طبعا، كابتن عمر هاشم مدير فني فريق 2006 وكمان لاعب النادي الاهلي السابق. اهلا بيك يا كابتن. اهلا كابتن هاشم، الف مبروك طبعا للنادي الاهلي وجهاز الفن واللعيبه والجمهور النادي الاهلي الكبير والاداره النادي الاهلي برئاسه كابتن خطيب، وارد لك طبعا لنادي الجزيره، يعني ادى مباراه كبيرة جيده. خلينا نقول برضو ترتيب الفرق، الاهلي الاول، الشمس الثاني، هليوبلس الثالث، الجزيره الرابع. يمكن هنا نادي هليوبلس بيستلم جوائز المركز الثالث من طبعا اعضاء مجلس اداره منطقه القاهره، وكمان طبعا اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي متواجدين داخل الصاله. خلينا نقول برضو ان كابتن او مجلس اداره النادي الاهلي بقياده كابتن محمود الخطيب عمل حفل تكريم، كان في فريق السيدات لكره السله بيتكرموا على حصولهم على بطوله المرتبط. خلينا اقول انه يعني في التكريم كان الهدف منه هي ايصال رساله ان مجلس اداره النادي الاهلي على درايه كويسه او درايه كامله بنشاط الالعاب الاخرى، وكمان التكريم في وسط الموسم يبقى ليه معنى، ان خلاص زي ما قال كابتن خطيب اي بطوله بتنتهي بتبقى ماضي، الحاضر هو الاهم. في خمس بطولات افريقيا زي ما شفنا، ده اول رد من فريق السيدات على التكريم، ان احنا قد التكريم وقد المسؤوليه وبناخد بطوله ثانيه اللي خسرناها السنه اللي فاتت الحقيقه من نادي الجزيره في ملعبنا، ولكن ده بيدل على يعني ان في عزيمه وفي اراده. الف مبروك كابتن ايهاب الالفي الحقيقه، كابتن محمد جاد، كل الجهاز الفني، مش عايز انسى حد، الف الف مليون مبروك. هارد لك كابتن، يعني فريق نادي الجزيره، الكابتن عمرو توفيق والكابتن محمد مصطفى السيد، الحقيقه عملتوا اللي عليكم. في اصابات، مباراه كانت جميله، مباراه كان يعني فيها طبعا باسكت بول. دول طبعا ابطال النادي الاهلي طبعا داخلين يستلموا الجوائز. خلينا نقول انه ده المركز الاول او ميداليات المركز الاول، دي هاله شعراوي طبعا نجمه الفريق النهارده، هي وريم الحقيقه كانوا سوبر ستارز النهارده. طبعا ريم موسى، عندنا يعني مجموعه اللاعبات، يعني انا مش عايز انسى حد، مش لاحق اقول اساميهم، يمكن داخلين بسرعه بيستلموا الجوائز. خلينا نقول ان البطوله دي كانت غايبه عن النادي الاهلي بقالها فتره طويله، يمكن النادي الاهلي الدوري رجع، يمكن كان برضو بعيد ورجعناه. بطوله القاهره النهارده يمكن السنه اللي فاتت خسرناها، وقبل كده فتره ما خدناهاش، فكانت ليها معنى تاني خالص وجودنا، او يعني مكاننا الطبيعي على منصه التتويج المركز الاول. الحقيقه يعني بطوله مهمه في توقيت مهم، اكيد طبعا لسه في بطولتين لفريق السيدات، في بطوله السوبر اللي هتبتدي كمان ايام بسيطه يعني، وده طبعا مجهود كبير على اللاعبات، هيبقى بعديها اكيد او خلال المباريات اكيد مباراه كاس مصر. يعني كل التوفيق ليهم، وتهيألي البطولات اللي جايه هي الاكبر. خليني ارجع طبعا لضيوفي، كابتن شريف يعني يمكن مجهود كبير، يعني كابتن ايهاب الالفي كمان بيكرم طبعا من يعني من مجلس اداره منطقه القاهره وعلى المركز الاول، الف الف مليون مبروك، احتفال اللاعبات بالكاس. كابتن شريف خلينا نقول ضغط المباريات، المجهود الكبير على اللاعبات، محتاجين راحه الفتره دي عشان يبقوا مستعدين سواء في الاهلي او الجزيره لمباريات السوبر. اكيد ان الجزيره عنده اصابات، فعايزين محتاجين فتره راحه. الجزيره البنش بتاعه محتاج كمان تنشيط، ان النهارده رضوى سالم وندى نافع هما الاثنين البوزيشن الطوال اللي تحت الباسكت، وصل في المباراه ان بيلعب برضوى سالم بس، واربعه يا كابتن معلش انا اسف حضرتك، انا اسف. اتفضل كابتن الفريق بتتسلم كاس البطوله مبروك من طبعا الاستاذ محمد سراج الدين عضو مجلس اداره النادي الاهلي، والاستاذ طارق قنديل، والاستاذ محمد ضماطي، والاستاذ محمد الجرحي، تستلم كاس البطوله دينا عمرو كابتن الفريق. الف مليون مبروك، لحظه جميله الحقيقه، تتويج زي ما احنا شايفين طبعا لحظات ما بتنساش طبعا، يعني يمكن المنظر ده شفناه منذ اقل من شهر يعني في بطوله المرتبط. الف مليون مبروك، تستحقوا تعب مجهود شغل، يعني الحقيقه الواحد بيبقى قريب جدا من الفرقه دي، وبشوفها فترات طويله جدا في تمرينهم، لا في مجهود بيبذل ولازم يكونوا فخورين بمجهودهم. الف مليون مبروك الحقيقه، بطوله جميله، وزي ما قلنا قبل كده
ان كره السله السيدات يمكن السنتين ثلاثه اللي فاتوا اجبروا الكل على احترامهم، اجبروا الكل ان هم يقولوا لا احنا موجودين واحنا مش اقل من الطايره ومش اقل من اليد في حصول على البطولات، وهنخش على منصات التتويج. يمكن كابتن هاب الالفي كان ضيفنا فتره من الفترات او في حلقه من الحلقات وقال انا طموحي مش بس انجازات محليه، طول ما انا قادر اكسب وطول ما انا قادر انافس هروح. ويمكن بطوله عربيه اللي هتتعمل في نادي الاولمبي القادم يعني في اخر الموسم في بطوله عربيه تلعب هيستضيفها نادي الاولمبي السكندري، الحقيقه النادي العظيم احنا بنكله كل الاحترام، هيستضيفها النادي الاهلي هيشارك فيها عينه على البطوله، هتبقى صعبه. الفرق اللبنانيه الفرق الاردنيه بتجيب محترفين اجانب، النادي الاهلي برضه هيكون قدها وهيشارك فيها. يمكن دي هتكون اول اشتراك لفريق كره السله السيدات. الف مليون مبروك الحقيقه لحظه كويسه. بنعيد تاني لحظه لحضراتكم استلام كاس بطوله منطقه القاهره من الاستاذ محمد سراج الدين والاستاذ محمد الضماطي والاستاذ طارق قنديل والاستاذ محمد الجرحي اعضاء مجلس اداره. دينا عمرو استلمت الكاس لحظه جميله، طبعا هي عايزه تاخد الكاس بسرعه عشان تروح على بيتها عايزه تحتفل يعني وخلي طبعا. وخلينا نقول انه يعني لحظات بتبقى حلوه جدا، تاني بطوله في اقل من شهر، دوري المرتبط، بطوله القاهره، خلينا نقول انه مجهود في الاخر بيتوج بالمكسب بيبقى احلى حاجه. طيب خلينا نروح للملعب الزميل كاميرام احمد يعني مجهزين لنا بعض اللقاءات، خلينا نروح لارض الملعب نشوف اللقاءات وارجع لكم. عليهم مجهود رائع النهارده ومباراه جميله ودايما كده في تتويجات دايما للنادي الاهلي. اما بتتوجوا او بتكرموا الابطال بينعكس عليهم بشكل كبير، بيبقى عندهم حافز كبير جدا. بتشوف ده ازاي لما توجتوا قبل كده البطلات امبارح في السكواش والنهارده ان شاء الله كمان في الكاس؟ دايما يا رب كده في افراح دايما، واحنا موجودين جنب كل الالعاب، ده هدفنا من اول الانتخابات ان احنا ندعم كل الالعاب اللي عندنا، وشايفين ان في استجابه والناس فرحانه بالتواجد، وان شاء الله التقدم مستمر باذن الله. ربنا يخليك يا كريم. شكرا. مستمرين معاكم كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. اكيد طبعا لازم يمكن هنروح نجيب استاذ محمد سراج الدين عضو مجلس اداره النادي الاهلي. استاذ محمد سراج الدين برحب بيك والف مبروك، بطوله بتخش دولاب بطولات النادي الاهلي، بطلات النهارده، وكان عندهم مباراه صعبه امبارح لكن قدروا ان هم يفوزوا فيها، حابب تقول النهارده على الجيم المميز ده؟ لا طبعا الحمد لله، يعني دايما هو الفريق الباسكت سيدات النادي الاهلي فريق مميز، دايما بيقف في الصداره ودايما برقم واحد، لسه واخدين دوري مرتبط يعني، فالحمد لله برضو النهارده لمنطقه القاهره، وان شاء الله باذن الله بقى افريقيا، ويعني ان شاء الله هو فريق مميز ودايما بيبقى في الصداره، فان شاء الله يعني احنا وراهم وفي ظهرهم ونشجعهم وربنا يوفقهم دايما ان شاء الله. الاشياء المميزه اللي بتجدد الدوافع على طول عند البنات دي، ما بشوفه مجلس الاداره بيبقى متواجد وبيكرمهم، بتنعكس عليهم بشكل كبير جدا، بتشوف الكلام ده ازاي وبيحملهم كتير جدا يا استاذ محمد؟ طبعا لا ده دورنا، لازم نكون متواجدين معاهم، لازم نكون في ظهرهم ونشجعهم، ولو في اي حاجه او اي مطالب مشاكل عندهم لازم نبقى في ظهرهم، لان في النهايه كل الفرق اللي بتمثل النادي الاهلي ده واجب علينا ان احنا نكون في ظهرها، اي فريق بيمثل النادي بيحمل اسم النادي، هو في النهايه لما نيجي نقول مبادئ الاهلي او روح الفانيله الحمراء ده بيبقى في كل الالعاب يعني مش بس كره القدم يعني، ان شاء الله ربنا يكرمهم دايما يا رب. مبروك جزيل من الانجاز. شاكر. كل الشكر والتقدير للاستاذ محمد سراج الدين عضو مجلس اداره النادي الاهلي، والاستاذ محمد الضماطي ايضا عضو مجلس اداره النادي الاهلي على الدعم الكبير لكل ابطال الالعاب الاخرى سواء لالعاب الصالات او الالعاب الفرديه. مستمرين معاك كابتن هيثم السعيد ولقاءات خاصه هنا من مقر النادي الاهلي بالجزيره عقب فوز النادي الاهلي وحصوله على بطوله منطقه القاهره. خلينا نقول يعني رساله واضحه بيوجهها مجلس اداره النادي الاهلي، احنا ورا كل الالعاب الاخرى. خلينا نقول ان الحقيقه بيبقى برضو لحظات كويسه لما تحس انت كنادي اهلي ممثل في مجلس ادارته لما بتساند الفرق وبيترجموا ده لبطولات، خاصه لما بيبقى بقى لها فتره كبيره البطولات غايبه عن النادي الاهلي او بطوله غابت شويه عن النادي الاهلي. يمكن بطوله القاهره كانت من احدى هذه البطولات لكره السله السيدات، والنهارده المباراه كانت لو لا قدر الله كان النادي الاهلي خسر كان ممكن يلعب مباراه فيصل، ولكن البنات يعني انهوا المباراه النهارده بشكل يعني فرق سكور مريح 86-73. خلينا اقول ان لحظات حلوه جدا، وكمان الاكثر من كده ان الفريق عنده لسه بطولتين كمان، خد بطولتين، بطوله المرتبط، عنده بطوله القاهره فاز بيها، في بطولتين تانيين بطوله السوبر وبطوله كاس مصر، لسه اللعيبه دي او اللاعبات يعني يوم او اتنين احتفالات وبعد كده هيخشوا في مود البطوله. خليني ارجع لضيوفي في الاستوديو، يمكن كابتن عمر يعني المباراه مشت بشكل جيد، الاهلي تسعيدها منذ البدايه للنهايه، كانت رساله واضحه ان احنا مش هنفرط في البطوله. طبعا هو بدايه المباراه كان الاهلي متسيد الجيم، يعني الجيم في الاول كان سجال بين الفرقتين، يعني الاهلي يطلع 7 بونت 8 بونت 10 بونت يرجع تاني 6 5 بونت لحد طبعا معدى 7 دقايق من الكوارتر الاول، بعد كده الاهلي تسيد المباراه
وعلي 15 بونت وحافظ على الفرق. وانتهت الفتره الاولى والثانيه بفارق 15 نقطه. بدايه الثالث برضو النادي الاهلي حافظ على السكور دوت، ووصل السكور 17 18 لحد ما وصل 20 بونت. عدى 3 4 دقائق من الكوارتر الثالث، نادي الجزيره حصلت له صحوه في بدايه في منتصف الكوارتر الثالث، نزل السكور 7 بونت لما نزلت اللعيبه الصغيره مارادونا، ادت شعله ونشاط لفرقه فرقه الجزيره. نزل السكور تاني 7 بونت. كان في تايم اوت فاصل لكابتن ايهاب الالفي في الوقت دوت، بعديها بالظبط دقيقه ونص طلع السكور تاني 14 نقطه. طب معلش هقطع حضرتك، هنروح قد الملعب مع زميلك كريم احمد. معانا الاستاذ طارق انديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي. مستمرين معاك يا كابتن هيثم السعيد، كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، عضو مجلس اداره النادي الاهلي الاستاذ طارق انديل، بنبارك لك. ممكن باركت لك في السكواش امبارح، ومبارك لك كمان النهارده في كره السله، نتائج رائعه على الالعاب الاخرى، والتتويج والتكريم بينعكس عليهم بشكل كبير. حابب تقول لكل البنات النهارده حاجه هايله ما شاء الله، كان في مجهود يعني روح الفانيلا الحمراء هي اللي كانت ماشيه طول الاشواط، يعني حتى لما ساعات الجاب كان بيبقى قرب شويه بيننا وبين الفريق الجزيره، كان برضو كنا بنحس دايما بطلاتنا هم اللي ليهم الايد العليا يعني. فالحمد لله دايما زي كل البطولات دايما يكون احنا رقم واحد الحمد لله. يمكن التيم ده كمان مميز ان هو في الشباب وفي الخبره وفي كمان العناصر اللي طالعه من الناشئين، ودي حاجه مميزه جدا، لسه عندهم بطولات كتيره. وبناخد كلمه كابتن محمود الخطيب ان كل البطولات خلاص دخلت في التاريخ، اللي جاي هو اللي اصعب. وادام بدون ناخد من كلمه كابتن محمود الخطيب زي اللي قاله امبارح برضه في الاسكواش، اللي هو اللي بيهمنا دايما هو الاخلاق ومبادئ النادي الاهلي اللي يكون مسيطره على فرقنا، وده لوحده بيجيب البطولات الحمد لله. رساله اخيره لكل البنات دي تحب تقول لهم على التتويج ده يا كابتن؟ الف مبروك، وان شاء الله يحافظوا على ده، دايما هو الاول قدر ان هو يحافظ على كده ان شاء الله باستمرار ان شاء الله. شكرا. كل الشكر والتقدير للاستاذ طارق انديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي على هذا الاداء المميز والتصريحات المهمه. يمكن بطولات النادي الاهلي يمكن بيادوا الفترات الماضيه اداء رائع جدا، مستمرين معاكم، ويمكن كمان بيخش لنا عدد من اللاعبين على النادي الاهلي. بنبارك لك النهارده على الفوز بالبطوله، حابه تقولي ايه لزمايلك النهارده بعد الفوز وبعد ما حصلتوا على البطوله، حابه تقولي وشعورك ايه؟ انا طبعا مبسوطه جدا ان احنا الحمد لله اخذنا البطوله دي، بقالنا كتير ما اخذناهاش. طبعا عايزه اشكر اول حاجه الجهاز الفني وكل زملائي في الفرقه، علشان احنا فعلا تعبنا وعملنا مجهود كبير، والحمد لله ربنا كافئنا بان احنا ناخد البطوله. ازاي كابتن ايهاب قدر يجدد الدوافع عندكم بعد المباراه القويه امبارح؟ قدرتوا عملتوا مباراه قوي جدا، لكن النهارده كنتوا فارقين وقدرتوا ان انتوا تفوروا سكور كبير. كابتن ايهاب اتكلم معاكم في ايه؟ طبعا احنا عملنا ميتنج قبل الماتش واتكلمنا على نقط ضعف ونقط قوه الفرقه الثانيه، وكان اهم حاجه ان احنا نعملها ان احنا نجري على الفاست بريك، وان احنا نبص على الانسايد علشان السكور بتاعنا يفرق، وطبعا اهم حاجه الديفنس. فكابتن ايهاب قال لنا كده. البطوله دي خلصت، الفتره اللي جايه بالنسبه لكم شايفاها ازاي؟ تمنياتكم ايه وامنياتك ايه مع النادي الاهلي الموسم ده؟ احنا الحمد لله كده في بطولتين السيزون ده خلصوا، خلصنا دوري المرتبط كسبناه، ودي بطوله المنطقه لسه بقى سيمي فاينل وفاينل للكاس والدوري، وان شاء الله يعني احنا عايزين نخلص الدوري ده السيزون ده واخدين كل البطولات ان شاء الله، يعني الله يبارك في حضرتك. مستمرين معاكم كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، كابتن فريق النادي الاهلي دينا عمرو، الف مبروك دينا طبعا النهارده البطوله وفوز مميز ورائع. بتكلم كمان ان انتوا لعبتوا جيم قوي جدا امبارح، لكن النهارده قدرتوا تفرقوا سكور كبير، قولي لي النهارده شايفه الجيم ازاي بالنسبه لك؟ اول حاجه طبعا الف مبروك لكل جمهور النادي الاهلي ولينا واولياء امورنا وجهاز الفني والطبي والاداري. وطبعا ماتش امبارح هو عامه بطوله يعني كانت صعبه جدا، هو كمان كان بقالها فتره كتير قوي غايبه عن النادي، والحمد لله قدرنا ان احنا نرجعها تاني النادي الاهلي. فاكيد طبعا ماتش امبارح كان تقيل، بس احنا كنا مصرين على الفوز ومصرين ان احنا يعني كنا نرجع البطوله دي النادي تاني الحمد لله. يمكن اللي بناكد عليه ان احنا بناخد من كلمات الكابتن الخطيب لما قال ان خلاص التاريخ اللي بيخش او البطولات اللي بتخش بتدخل في التاريخ بتاعكم، اللي جاي هو اللي اصعب، على ما اعتقد خلاص كده دي دخلت في التاريخ واللي جاي هو اللي اصعب. بالظبط فعلا، اخر مره لما كنا في الاجتماع اللي هو عمله لنا دي كده تاني بطوله من الاربعه السيزون ده ان شاء الله، خلاص كده هنفرح شويه يومين ثلاثه، لسه عندنا اهم بطولتين في السيزون ان شاء الله، دوري السوبر وكاس مصر، وان شاء الله ان شاء الله هنعمل كل اللي نقدر عليه عشان برضه يبقوا معانا السنه دي، وان شاء الله يبقى اربعه من اربعه باذن الله. بقول لكل زميلاتك كابتن ايهاب الجهاز الفني على المستوى المميز، وان انتم الفتره اللي جايه كمان نطالبكم باكتر من كده الفتره اللي جايه. عايزه اقول لهم انه يعني دي لسه تاني مرحله، لسه ناقص لنا اتنين كمان، ومش عايزين يعني نثبت على كده، عايزين نكمل، وان شاء الله ان شاء الله السوبر والكاس عندنا باذن الله يعني. الله يبارك في حضرتك، ميرسي، شكرا.
الف مبروك من جديد لكل بطلات النادي الاهلي على هذا الاداء وهذا المستوى الرائع. بنبارك من جديد مجلس اداره النادي الاهلي واكيد الفتره القادمه بطولات للالعاب الاخرى والالعاب الجماعيه والفرديه. عوده ليك كابتن عيسى مستعيد والاستوديو التحليلي. الزميل احمد شكرا جزيلا ليك ولتغطيتك ومجهودك في ارض الملعب. شكرا جزيلا للقاءات اللي عملتها. يمكن الرسائل واضحه من مجلس اداره النادي الاهلي انه الدعم مستمر ومتواصل. الحقيقه دي امر يسعدنا احنا كملوك الصالات ان احنا نشوف فرقنا اللي احنا بنغطيها وبنمشي وراها يعني وبروح وراها في كل مكان لما بتحس ان في دعم من مجلس الاداره. الحقيقه احنا كمان بنكون سعيدين من ده. سعيدين بده ليه؟ لان ده اكيد في الاخر هيترجم لبطولات، هيترجم للحظات، هيترجم لارقام في سجل النادي الاهلي. يمكن ارجع طبعا لكابتن نبيل. يعني المباراه مشيت يعني زي ما قلنا تسيد من الاول. يمكن كان كابتن عمر بيقول على التايم اوت الفيصلي اللي كان في الشوط الرابع اللي طلبه كابتن نبيل الفي، وبعد كده السكور فرق لحوالي 17 نقطه وقدر النادي الاهلي يخلص المباراه 86-73. جايز احنا اتكلمنا في الكلام ده واحنا قاعدين جوه لو تفتكر. هو الاهلي قلب زون في الوقت ده. لما قلب زون فرقه الجزيره خدت تصويبات مستعجله. الاهلي لم الكوره وقدر يعمل فاست بريك حوالي اربع خمس كوره ورا بعض رجع بيهم السكور تاني للتدور. اضطر كابتن عمرو توفيق ان هو ياخد تايم اوت تاني علشان خاطر يوقف تقدم الاهلي. ففي الفتره دي بعدها الاهلي ابتدى يلعب دفاع ضاغط برضه شويه من نص الملعب. صحيح. عشان يغير وحافظ على الفرق ده. طب كابتن من وجهه نظر حضرتك من افضل اللاعبات في صفوف النادي الاهلي النهارده لعبوا؟ هو طبعا افضل اللاعبات هي هاله مصطفى وريم موسى. وعلى فترات في الكوارتر الاولاني كانت منى يحيى وفتره كانت رنا عبد الظاهر قبل الاصابه. تمام. كمان تقع عمل الدفاع كويس في الفتره اللي نزلت فيها. صحيح. يعني عمل الدفاع كويس جدا على اللعيبه المميزه في نادي الجزيره. صحيح. وقفتها فتره طويله جدا. فدي دولة يعني هو ده يعني يعتبر الباقيين لعبوا كويس بس طبعاً. مش في حالتهم الطبيعيه. لا يعني اي مباراه وضع طبيعي بيبقى فيه لازم يبقى فيه مفاتيح هي اللي شغاله النهارده. الحقيقه انا اتفق معاك يا كابتن نبيل بصراحه يعني بس انا بعد اذنك عايز اشكر برضو طبعا الف مبروك لكابتن لنادي هليوبوليس. صحيح. وعمر عاصم المركز الثالث مدرب مدير الفني بتاع الفريق هو المركز الثالث. وكمان نادي الشمس. نادي برافو. الشمس واخد مركز تاني. برافو عليك. كابتن وائل الدياستي. ودي برضو يعني برضو يعني ما بتخسر حقه طبعاً. في ان هو واخد المركز. لا ما احنا لو كان لا قدر الله الاهلي النهارده كان حصل غير الماتش كان هيبقى الماتش الشمس. يعني الشمس عامل شغل كويس. في مدربين عاملين مجهود كويس جدا صراحه. بس طبعا الف مبروك للنادي الاهلي والف مبروك لإيهاب الألفي البطوله لان فعلا بطوله ما كانت هي مشكله كانت عنيده علينا. علينا بالظبط. يعني كنا بنبقى احسن في مباريات كتير في منطقه القاهره بس البطوله مش عايزه تجينا يعني حاجات كانت غريبه فالحمد لله يعني. احنا بقى لا احنا دماغنا صغيره وعجيبه وراها. بقول لك يا كابتن عمر يعني افضل اللاعبات شايفهم في النادي الاهلي النهارده انا صراحه اتفق مع كلام كابتن نبيل تماما. كانت افضل اللاعبات هاله وريم ومنى يحيى. الكوارتر الاول جابت عملت ديفنس كويس وجابت 6 8 بونت. منى الحقيقه في طفره في مستوى. رنا عبد الظاهر لحد قبل ما اتصابت. صح. جابت 3 3 بوينت وعملت فاست بريك كويس بالرغم ان رنا في كليه الطب. الحقيقه ده اللي بودي رساله ان الكليات العمليه عمرها ما بتعطل عن التفوق رنا بالرغم ان هي لعيبه مجتهده جدا. النهارده النادي الاهلي فاست بريك بتاعه قليل. النهارده النادي الاهلي عمل 12 فاست بريك وده معدل قليل بالنسبه يعني 24 فرقه ونسبه الثري بوينت برده النهارده كانت قليله في النادي الاهلي. 7 ثري بوينت بس وده مش المعدل الطبيعي بتاع النادي الاهلي. النهارده نادي الجزيره 7 ثري بوينت بتعادل مع النادي الاهلي في الرميات الثلاثيه. طب خليني اسال كابتن شريف مين من وجهه نظرك في نادي الجزيره كان افضل اللاعبات؟ كان طبعا كابتن ساره مسعود طبعا رغم الاصابه والسبرين انكل وبتلعب مربطه ستايل لعيب احنا عمالين نتفرج على اسلوبها وطريقتها ورايقه هاديه جدا والموفز بتاعتها مظبوطه في الملعب. اخطاء قليلها قراراتها في الملعب سليمه. هو رقم 8 تملي يمتاز كابتن هيثم. حضرتك كنت رقم 8 في 8 ده رقم رقم ساحر يا كابتن. رقم ساحر او النبي قول يا كابتن. فساره طبعا يعني بتلعب تحت الباسكت كمركز 5 وبتاخد بوزيشن وتطلع وشوت. طبعا يجي وراها طبعا رضوى طبعا شالت اعباء تحت الباسكت ان هي شالت الجيم كله. رضوى لعبه النهارده 40 دقيقه ما شاء الله عليك. بعديها طبعا في ايمان شاطت ثلاثيتين في وقت كويس.
في طبعا نور مصطفى ابو العيله اللي هي طلعت بالملعب. يعني الامكانيات على حسب الامكانيات الجزيره اللي طبعا نقول النهارده احنا كسبنا في نادي الجزيره لعيبه زي مارادونا، لعيبه واعده، عاليه خالد، احنا كنا لعيبه بسم الله ما شاء الله عليها، برافو عليها انضمت لمنتخب مصر مع كابتن وائل الدياسطي. يعني النهارده بقول لك يا كابتن ما شاء الله عليها ما بتخافش، يعني لا شطات شهود ربنا بسم الله ما شاء الله، الله اكبر عليها، قلب ما تخافش، تتحرك صفاتها البدنيه كويسه، بسم الله ما شاء الله الناحيه البدنيه. انت زي كابتن هيثم اللي انت قلت واقفه بتتنطط وهي واقفه بتنط في الملعب، يعني ما شاء الله في باور، بسم الله ما شاء الله، مش عايزين نطلع عليها بس يا كابتن هيثم، لا ما تطلعش على حد والله، بنقول المحاسن اللعيبه والله، مش لا والله يعني كل الخير، لا طبعا لا طبعا انا بس بضحك مع حضرتك، لكن كابتن عمرو النهارده بالورق اللي معاه وكابتن مصطفى سيد او تيكا يعني على الشهره بتاعته تيكا تيكا بالكواليس وكابتن سلمى طبعا بالورق اللي معاه، احنا اشرنا قبل الماتش ان يلجا للزون، وده حصل وده حصل فعلا، غريب بقى كمان ان الاهلي لجا للزون الاهلي لجا للزون برده، الاهلي ما شاء الله على امكانيات الاهلي حلول، عنده 12 لعيب وغير اللي بره، فما شاء الله احنا بنلعب فرقه متكامله بامكانيات نادي الجزيره. النقطة اللي عايزين بقى نقولها لنادي الجزيرة، النهارده في بنش عندك او 12 لعيب غير الاول كان بيجوا 7 او 8 لعيبة، النظرة للدرجة الأولى بنات في نادي الجزيرة محتاجة زقة شوية، محتاجة تدعيم، صحيح. ويعني حضرتك بتقولها كتير، الأعضاء العاملين مش عيب أبدا، مش عيب إن احنا نجيب أو اتنين من بره، مش عيب كل نادي ده، يعني أنا بتهيألي نادي الجزيرة طول عمره رائد في كرة السلة أكيد، وعلى الأقل ما يبعدش عن منصة التتويج، يعني إن هو بعد النهارده الجزيرة عن منصة التتويج دي، فدي تأثر على الجزيرة دلوقتي، مسكت في الجزيرة عليها مسؤولية كبيرة، عليها مسؤولية طبعا، يعني عمر شلباية نجم كبير وأصلا أسرته كلها عيلة شلباية كلها، ومحمد شلباية بالظبط، عندك عمرو عثمان، عندك إيمان ياسر السنهوري، أحمد ياسر السنهوري طبعا، مرات كابتن شريف جنيدي باسكت، وهي كانت لعيبة باسكت، فاللجنة عليها عبء جامد قوي، تطوير والنظر مش الدرجه الاولى بس، ناشئين الدرجه الاولى، ناشئين سوري الناشئين والناشئات بالنادي، صحيح قطاع الناشئين، عايزين زي كابتن نبيل كده حد متفرغ كده قاعد كابتن نبيل عليه مجهود كبير، عليه مجهود كبير كابتن نبيل بيضحك، بس دي حقيقه والله، كابتن دي حقيقه، يعني دي حقيقه، يعني متابعه من رئيس قطاع الناشئين او الناشئات، انا شايف ان دي المتابعه وان انت تبقى في الملعب وشايف المشاكل، بتفرغ للدرجه الاولى، فقطاع الناشئين مهم، والنظره لقطاع الناشئات ده مهم جدا، على الاقل ما نبعدش على المنصه اكيد ان شاء الله. كابتن نبيل يمكن خلينا نقول يعني فرقه السيدات كره سله عندهم بطولتين كمان لسه جامدين، احنا قلنا بطوله السوبر هتبتدي كمان يومين ثلاثه، الكاس هيتلعب ما بين الفترات التوقف، خلينا نقول ان اللي فات ده خلاص اتقفل، بطوله المرتبط، بطوله القاهره، عندنا بطولتين جايين، شايف حظوظنا ايه، فرصنا ايه، المنافس مين؟ هو زي الجزيره ما حصل فيه، احنا برضو عندنا المشكله دي، يعني انا شايف ان الاصابات مش مخليه اللعيبه توصل لجاهزيه عاليه، يعني دينا عمرو النهارده، لا دينا عمرو مستواها احسن من كده بكتير بكتير جدا، سهيله ساره المغربي منا يحيى خارجه من البطوله بتاعت السوبر قريب، هيبقى في حمل كبير قوي على الجهاز الطبي طبعا والجهاز الاعداد البدني او التجهيز، فحظوظ طبعا الاهلي فيها يعني هتبقى حظوظ عاليه. طب خليني اقول يا كابتن معلش، في صوت يرد عليك ويقول لك طب مع الكل، مع الكل بس ايه، هو مع الكل، ما هو بيني وبينك، ما دي برضو ما دي خلت الايه، يعني ده لو انا عندي بنج قوي، لو انا كله جاهز صحيح هيبقى عندي حظوظ عاليه، برافو، لكن انا لو عندي اصابات كتير بتبقى برضو عرضه ان انا اخسر من بعض الفرق، لان صحيح. انا كلعيب، انا كمدرب ساعات ببقى عايز اريح اللعيبه المؤثرين اللي عندي، مش عارف، وده كان بيحصل في الفتره اللي فاتت، ليه؟ لان في اي وقت هينزل ممكن يعمل الفرق، صح، لكن دلوقتي انا مش قادر غير العب بالقوه بتاعتي كلها، بنافس على البطولات، ده بيهلك الفريق بالنسبه لي طبعا. وفي فرق هتبقى ممكن عندها نفس المشكله، وفي فرق ما عندهاش، فانا كده سبت الموضوع
للتوفيق وعدم او الحظ مثلا في اللعب. فطبعا هو الاهلي فرقه طبعا هي الاهلي وسبورتنج هتبقى برضو فرقه نفسها. قويه هيجي طبعا ينافس برضو الجزيره والشمس وسموحه الشمس موجود. الباسكت مختلف عن مش عايز اقول الالعاب الجماعيه الثانيه برضو ان طبعا. انت النهارده بتلعب منطقه القاهره الست فرق بنفسه جامدين جدا وممكن يكسبوا بعض لما تحط عليهم كمان فرقتين من اسكندريه. لا انت بتلعب دوري مش زي اي دوري, يعني انت الدوري بتاعك قوي جدا. الصيد احنا ناسين الصيد ما اشتركش على الجيزه منطقه الجيزه كابتن محمد حامد طبعا يعني الدكتور محمد حامد كمان عامل شغل كويس جدا هناك. ف الباسكت مختلف يعني بنفضل نقول كده اهو الناس مش مصدقه ان الباسكت المنافسه فيه اعلى من اي فرق ثانيه من اي فرق حتى على مستوى الرجال على مستوى الناشئين كله. يعني يمكن في الطايره دايما بنلاقي منافسه دايما الاهلي نادي الجيش نادي الزمالك عندك في اليد يطلع كذلك. مثلا حاجه من اسكندريه اتحاد سبورتنج ساعات يجي من بعيد شويه كمان انما في البنات نفس الحكايه ست سبع فرق بينافسوا ست سبع فرق وبعد كده يعني انت النهارده كسبان مثلا 11 بونت مثلا او كم؟ كسبانين 13 بونت. انت ممكن تكون بتلاعب مثلا الغابه او الظهور تلاقي السكور اقل من كده. احنا شفنا النتائج كسبان بونت وكسبان باسكت فانا قصدي ما فيش فرق صغيره في الباسكت دي مشكله. فالتوقعات حسب جاهزيه الفرقه البدنيه وحسب جاهزيه الفرقه الفنيه. فالاهلي طبعا حظوظه كبيره خاصه ان هو معاه جهاز فني قوي. صحيح وستيبل جهاز فني قوي وستيبل ايوه ومستقر بقاله فتره مستقر بيبني سنه ورا سنه حظوظه كبيره جدا وهو عنده طموحات والبنات عندها طموحات عاليه جدا وفعلا هم كانوا قريبين السنه اللي فاتت من تحقيق الطموحات دي فباذن الله يحققوها باذن الله يا كابتن. خلينا نروح لكابتن عمر يعني احنا بنتكلم على النهارده لاعيبه محوريه من وجهه نظري المتواضعه ريم موسى. ريم موسى في النادي الاهلي الحقيقه النهارده عملت دور كبير جدا. اولا ما شاء الله عليها هي لاعبه محترفه لعبت وخدت بطوله اوروبا مع فرقتها في اوروبا تشيك خدت بطوله اوروبا ويمكن دي اول لاعبه كانت تاخد بطوله قاريه مع أوروبا في اوروبا كالعاب جماعيه. خليني اقول ان ريم يعني محترفه بجد. انا حاسس في الملعب بالالتزام مفيش هزار بتنقل الملعب بدربليتين ثلاثه ده ما بنشوفوش في لعبات كتير السرعه القوه ما شاء الله عليها. بتهيالي يعني ريم موسى تاتش وود يعني مشروع يعني ممكن يبقى قدوه لبنات كتير. بص يا كابتن هيثم زي ما حضرتك قلت يعني قلت صفات كتيره في ريم. انا دايما اقول ريم موسى ممكن تلعب في فرق الولاد عادي صحيح صحيح يعني هي وهاله مصطفى لعبوا في الولاد ليفل الرجوله والاداء ليفل عالي جدا يعني على 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 الفرق بسم الله ما شاء الله يعني ربنا يبعد عنهم الاصابات والعيب. وبلس برضو ان فرقه النادي الاهلي يعني مش ريم وهالي يعني النهارده شفنا النادي الاهلي موفقين كابتن ايهاب يعني عمل روتيشن 10 على 10 النهارده 11 واحده في من السكور لعبوا 13 بونت في 11 واحده ده دي النادي الجزيره بقى ده اللي قاله لسه كابتن شريف 8 9 9 لعيبه بس اللي شاركوا من المباراه. فرقه النادي الاهلي كلها شاركت باستثناء اعتقد نادين ياسر ابو الفتوح. ده ادى طبعا ان كابتن ايهاب كان عنده اريحيه في الملعب بخلاه يغير دفاعاته كتير. النهارده النادي الاهلي لعب زون ديفنس ولعب مان تو مان فول كورت ولعب 2 2 1 هاف كورت ولعب مان تو مان فول كورت ادى ان هو غير دفاعاته كان عنده اريحيه في التغييرات. وطبعا زي ما قلت لك في اول الحلقه ان الاهلي قوه هجوميه النهارده السكور في 83 ده في البنات سكور عالي جدا ما شاء الله. كمان يا كابتن هيثم ان النادي الاهلي نسبه النهارده مش يعني لا اقل يعني النهارده الانسايد احنا النهارده كنا كويسين جدا في الانسايد هاله مصطفى ونور علي طلعت ومنا يحيى وحتى كمان جانا مصطفى كانت كويسه يعني النهارده الفاست بريك 11 فاست بريك يعني 22 بونت او 24 بونت ده مش معدل التربيه بتاع الفاست بريك كان ده في شويه تيرن اوفر ان شاء الله اكيد اللي جاي هيكون احسن. الحقيقه الوقت مر سريعا اعزائي المشاهدين الف مليون مبروك فريق كره السله السيدات النهارده. الحقيقه نروح ننام مبسوطين بطوله جديده دخلت النادي الاهلي. الحقيقه بيبقى حاجه جميله جدا لما نشوف النشاط الذي لا يتوقف جوه النادي الاهلي. الصالات احلى وقت بنقضيه الحقيقه وانا بقضيه على هذه الترابيزه مع ملوك الصالات مع ضيوفنا النجوم الكبار والعظام في تاريخ النادي الاهلي وحتى في تاريخ الانديه
الاخرى. بشكر حضراتكم على حسن المتابعه، بس طبعا قبل ما اختم حلقتي لازم اشكر ضيوف اللي نوروني وشرفوني وتحملوا معانا الوقت الطويل. بشكر كابتن شريف الجندي ضيفنا العزيز وممثل نادي الجزيره، كابتن من نادي الجزيره السابق واللي حصل على بطولات كتير جدا مع نادي الجزيره وكمان نجم منتخب مصر. بشكرك شكرا ومبروك للنادي الاهلي ومبروك لاداره النادي الاهلي، ونتمنى الجزيره يبقى يخش منافسه ان شاء الله. شكرا اللي جاي للجزيره اكيد افضل ان شاء الله. شكرا شكرا كابتن هاشم، الف شكر لحضرتك. بشكر الاسم الكبير والنجم الكبير والتاريخ الطويل مع كره السله، نجمنا ونجم النادي الاهلي السابق ونجم منتخب مصر والمدير الفني لفرق كتيره جوه وبره مصر. بشكر كابتن نبيل بخيت اللي نورنا في الاستوديو، شكرا جزيلا كابتن نبيل. شكرا ليك وشكرا لملوك الصالات والف مبروك. الف مبروك يا كابتن. بشكر الكابتن عمر هاشم الحقيقه اللي النهارده يعني متعنا بتحليله الفني، يمكن اول مره يكون ضيفنا بس الحقيقه عنده باسكت كتير وعنده رؤيه ما شاء الله اتوقع له كتير. وبشكرك كتيرا كابتن عمر نورتنا الفني هيثم وشهادة اعتز بيها، و بتمنى التوفيق بكره لزميلنا كابتن خالد عياد عنده فاينل بطوله المنطقه ان شاء الله يكون حليفه الحظ ويقدر يفوز باذن الله. باذن الله ونبارك لكم ان شاء الله بكره يا كابتن عمر. ان شاء الله. شكرا جزيلا اعزائي المشاهدين، متابعي ملوك الصالات، محبي ملوك الصالات، عشاق ملوك الصالات، بشكركم شكرا جزيلا، والى لقاء اخر ان شاء الله مع حلقه او استوديو او متابعه لملوك الصالات على قناه النادي الاهلي. شكرا جزيلا لحضراتكم. Yeah.